السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي في مجموعة اللقاءات بعنوان رود ماب تو بي انترناشونال بروجكت مانجر، طريق خارطة الطريق لتكون ايه مدير مشروع دولي. عملنا 18 لقاء دلوقتي، النهارده لقاء 19، ان شاء الله اللقاء الجاي هيبقى اللقاء ال 20 ان شاء الله باذن الله تعالى. هنتكلم بعد كده قدام شويه. اللقاء ال 20 ده ايه 50% من الموضوع، يعني من وجهه نظري يعني هو بقى يعني ايه في الرينج كده يعني. ان شاء الله يبقى الجميع موفقين فيه باذن الله، ونكون استفدنا كويس وناخد شهادتنا كويس وكل حاجه تبقى كويسه. هنتكلم في الموضوع ده بعدين. عنوان النهارده بروجكت سكسس اند فيلير كريتيريا، محددات نجاح او فشل المشاريع. هذا موضوع من الموضوعات الهامة جدا. ليه؟ هتلاقي في الكلام كلام عملي، مش ما فيهوش يعني ايه يعني جاي من طبعا مش بقول مش اكاديميك، لا لا، يعني القصد ان الكلام من الواقع من الحياه. وهتلاقي كان زي تشيك ليست قدامك، نقط لو عرفتها من اولها لاخرها مش ممكن مشروع هيقع منك، مستحيل يعني. مش يعني احتمال الفشل هيبقى مثلا يعني نص في الالف مثلا ولا حاجه. فالاجنده بتاعتنا النهارده هيبقى الويز تو سكسس. تاني حاجه 10 كي فاكتورز اوف ذا بروجكت امبلمنتيشن بروفايل، في 10 فاكتورز 10 عناصر للامبلمنتيشن بتاع المشروع، بتاع البروفايل بتاع المشروع يعني تنفيذ المشروع. النقطة الثالثة إن شاء الله الفاكتورز افكتنج بروجكت سكسس اند فيلير، في فاكتورز بقى العناصر اللي بتؤثر على نجاح المشروع، ودي هنستمتع بيها ببساطة شديدة وبنقاط أشك إن حد هيسأل يعني مش يعني كل حاجة قبل السؤال وإلى آخره، لكن محطوطة بحيث إن إيه إن أي حد يعرفها مباشرة يعني. سكسس اند فيلير كريتيريا اللي هي الايه؟ الكريتيريا اللي هي كريتيريا الحدود، يعني ايه الكريتيريا اللي تنجح المشروع؟ هي كريتيريا اللي لو وجودها هتنجح، غير وجودها ايه هيسقط المشروع. احنا كان في الاول خالص عملنا ده كان برزنتيشن، ده كان ايه؟ يعني اسباب تعثر المشروعات وايه؟ و و و, و وازاي ان ايه ان احنا نعالج هذا الموضوع، ازاي نتلافى هذا الموضوع، بحيث يعني ايه مفيش حاجه اسمها امسك ادي اداره مشروع يفشل. ودي حقيقه يعني، اي مشروع شفته بعينك فاشل تعرف ان اللي كان بيديره ده كان اسمه بس مدير مشروع، انما مش مؤهل يبقى مدير مشروع. مفيش مدير مشروع في الدنيا يمسك مشروع ويفشل، مستحيل. انا بتكلم على مدير مشروع ايه؟ مدير مشروع فاهم وعارف الكلام اللي احنا بنقوله ده. يعني احنا بعد ان شاء الله ما نخلص هنا يعني مفيش حاجه اسمها يفشل من المشروع بقى الا اذا انت سبته ومشيت. انا بتكلم على واقع، لو بتكلم على واقع بتكلم عن تجربه طويله. ما دام في مدير مشروع من الاول عارف عن اداره مشروعات وعنده خبره في اداره المشروعات، مش ممكن المشروع يقع، مش ممكن. مدير الا اذا مدير المشروع بقى يعني اختلف بقى مع الناس او جات له حاجه ثانيه او مشي او الاخر اذا سابه ومشي. انما واحد مدير مشروع محترف ومسك مشروع لا يمكن يفشل، لا يمكن. ودي الحاجه اللي بوصلها لمش لمديرين المشروعات لا لا، اللي بوصلها لكل الناس اللي في الكون كله من اول لاخره. لان لو بصينا حتى على مستوى مش مستوى مشروعات بقى، مستوى الدول. الدوله اللي بتنتهج اداره مشروعات باداره يعني اداره معاه عموما، يعني احنا برضه في الاخر واحنا بنتكلم الكلام ده كله هنتكلم على البروجكت مانجمنت وعلى الكوربوريت مانجمنت، اللي هو عباره عن ايه؟ نبقى مؤسسه بقى او شركه او وزاره، مش وزاره استغفر الله، احنا مش للدرجه دي يعني، او مؤسسه او هيئه انك تطبق فيها الكوربوريت مانجمنت، تطبق فيها اداره الاداره عموما يعني. وبمنتهى البساطه وبدون دخول في تعقيدات وبدون دخول في فاتات هنعرف ان شاء الله الـ يعني ايه ازاي يعني ايه ندير، ويعني ايه احتمال الفشل ده
بعيد جدا جدا ولا يتم الا بعد ما تسيبه. انا بتكلم عن تجربه، عن تجارب خاصه وتجارب عامه قدامنا قدام عينينا يعني. طيب سكسسنا في الكريتيريا النقطه الخامسه، هاو تو جت ا سكسسفول بروجكت، ازاي تحصل على مشروع ناجح. طيب النقطه السادسه بقى كوزز اوف بروجكت فيلير، دي سلايد واحد في الاخر، كوز اوف بروجكت فيلير ده انا بحطه في ايه في المحاضرات عموما عشان ايه كل واحد ايه هتحط يعني هتحط في محاضرتين ثلاثه او في لقاءين ثلاثه بحطهم دايما عشان يعني ايه يعني تذكره تذكره تذكره، زي ما دايما بنفكر بنفكر بالفور فانكشنز اوف مانجمنت، بنفكر في بالفور ريسورسز، ودايما بنفكر في الثلاث اسباب اللي تفرق مدير مشروع الدوله ودير مشروع مختلف عن اي مدير مشروع ثاني، لما بنفكر بالايه بنقط كده اللي هي ايه اللي تفضل معانا يعني اللي احنا يعني إيه لازم نتحلى بيها، عشان فعلا ما فيش حاجه اسمها امسك مشروع ايش، ما فيش، ده كلام غير وارد. ماشي، انا بقول لكم الكلام ده لان خلاص يعني اللي حضر معانا مثلا 70 80% من الكلام اللي احنا قلناه ممكن يبتدي يابلاي يقول انا هبتدي اشتغل مثلا اداره علميه بقى وكلام من الاخر. أول نقطة الويز تو سكسس، أنا بنجح إزاي؟ هنشوف دلوقتي البساطة المتناهية إن أنا أنجح، دي عملية ليست صعبة بالمرة إن أنا أنجح في حياتي، أنجح في 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 في, في, في مشروعي، أنجح في في, في مؤسستي، أنجح في أي حاجة. أنا بتكلم خلي بالكم على إيه؟ على المدير اللي فوق مش اللي تحت، مش الليفل اللي تحت. أه لازم أعرف إدارة عشان يدير الأريا بتاعته أو الـ أو الفانكشن بتاعه أو القسم بتاعه أو هكذا. لكن يعني ايه ما يبقى دي المشروع لازم يبقى يعني يبقى ياخد معاه مسؤوليات ومعاه امكانيات عشان ينجح. فالويج سكسس بسيط جدا، اول حاجه انا عايز بروجكت سكسس، طيب انجح ازاي؟ الله لسه ما ظهرش، ايوه كده كده كويس قوي. يعني ايه؟ عندي الجول سيتنج، اول حاجه لازم احددها ان انا احدد الهدف بتاعي. انا عايز مشروعي عايز اعمل منه ايه، اعمل ايه، عايز او اعمل المبنى ده او اي حاجه يعني ان شاء الله يعني مشروع جواز، مشروع حياه، انا عايز اوصل لايه. هيبقى ايه الثلاث حاجات اللي قلنا عليه؟ اوصل لهدف معين خلاص في تايم معين بتكلفه معينه بكواليتي معين، الثلاث حاجات دي تايم وكواليتي وكوست، ثلاث حاجات دول لو انا خططتهم صح وحطيتهم صح لازم ان انا ايه واوصل لهم هبقى ايه نجحت في الموضوع. رياليزيشن ان انا ايه اطبق اللي انا خططته، ما ده جوه بقى الكلام ده في جول سيتنج، وبعدين رياليزيشن اللي هي ايه تشمل بقى ايه تشمل الفور فانكشن اوف مانجمنت، بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول رياليزيشن. بعدين ببص الاقي نفسي عملت ايه الجول اتشيفمنت، عملية ابسط ما يكون ابسط ما يكون في كلمات بسيطه جدا اعرف يعني ايه انجح. وزي ما بقول لكم وانا باكد لكم هذا الكلام، اللي هيعرف وان شاء الله باذن الله تعالى ونمشي مع بعض ونبقى مصحصحين كده وفاهمين، وانا واثق ان اللي بيحضر هنا اللي بيجي يقعد انا مش متخيل بصراحه ثلاث ساعات وثلاث ساعات ونص بيقعدوا شباب زي الفل وشابات زي الفل وبيصبروا على هذا الكلام والحقيقه يعني، فدي حاجه جميله وانا واثق ان اي حد بيدخل معانا ويكمل معانا واخدنا من الاول لاخرها. وهديكم طريقه برضه هتكلم فيها اتكلم فيها مع المهندس العظيم الشمس عمر سليم ومع الشمس احمد والشمس محمود، في طريقه ان شاء الله بنعملها هتبسط الامور جدا وهتخلي اي واحد فاته حاجه يلحقها ان شاء الله هتكلم عليها بس. يبقى احنا بنعمل هنا قلنا الجول سيتنج بحدد الهدف، رياليزيشن اطبق الفور فانكشنز اوف مانجمنت اللي هي بلان اورجانيزنج كنترول، هلاقي الجول ايه اتحقق. لما الجول اتحقق يبقى انا وصلت للايه؟ لبروجكت سكسس. في اسهل من كده في الدنيا؟ مفيش. طيب ال 10 كي فاكتورز اوف ذا بروجكت امبلمنتيشن بروفايل، برضه زي ما بنقول برضه احنا ايه بنحاول نعمل ميكس ما بين الايه الانجلش والعربيك بحيث ان احنا كل واحد فينا برضه ايه بياخد فوكابلري وهو شغال. يعني زي ما قلنا اهم حاجه ايه البروجكت مانجر، اهم حاجه من الثلاث حاجات اللانجوج، ثم اللانجوج اللي هي الايه اللانجوج اللي هي السايده دلوقتي اللي هي الانجليش،
وهذا يعني انك ما بتعرفش عربي، لا انت لازم تعرف، لما يقول لك انت عامل خطبه هتقولها بالعربي وباللغه العربيه الفصحى كمان. يبقى الانجلش اللي هي اللغه السائده النهارده، اللي انت ممكن تعمل داونلود لبحث صيني باللغه الانجليزيه، لبحث فرنساوي باللغه الانجليزيه. فهي اللغه الانجليزيه مش تعصب لها، انا اصلا لغتي مش الانجليزيه، لغتي العربيه والفرنسيه دول الاساسي، والانجليش كانت اللغه الثالثه يعني من المدرسه من بدري. بس انا عايز اقوله ايه؟ يعني الانجليش لازم تو ماستر ذا انجليش، مش يلا اهي، لا يعني لازم تخلص ال 12 ليفل وتاخد لك فيه مثلا سنه ونص سنتين وتبقى بيرفكت، تبقى احسن مننا، تعوج بقى الاكسنت بقى والكلام ده كله. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا عندنا ادي وبروجكت ميشن اللي هو الايه؟ 3 4 5 6 7 7 ايه؟ برنسبلز، سبع مبادئ او سبع اجزاء. البروجكت ميشن الاول زي ما كنا بنتكلم على كده اللي هو الايه؟ الهدف. وبعدين التوب مانجمنت سبورت، لو انا التوب مانجمنت بتاعي ما ساندنيش في شغلي انا مش هنجح، انا مش هنجح. ده بيني وبينكم يعني، انما تجربتي في حياتي برضو في فتره من الفترات انا اشتغلت مع توب مانجمنت، الله يسامحهم ويغفر لهم، الله يسامحهم ويغفر لهم، لكن نجحنا بطريقه معينه يعني، هقول لكم ان شاء الله في وقتها يعني. يعني ممكن التوب مانجمنت يبقى يعني قد كده في قد كده، لكن النورمال كيس ان ما فيش نجاح بدون السبورت بتاع التوب مانجمنت. ما فيش نجاح بدون السبورت بتاع التوب مانجمنت الا اذا بقى يعني ايه بشروط معينه يعني نقدر ان احنا نعملها، وهنعملها في وجودهم، وبرضه ايه مش هيبقوا مش بطريقه ما يرفضوهاش. بعدين دخلنا في الايه؟ في الفانكشنز. ان انا بعمل ايه؟ البلاننج. البلاننج ده اخطر، ده البيز فاونديشن بتاع اي مشروع. لو انا عملت بلاننج صح باحترافيه، والبلاننج خلي بالك البلان لكل حاجه، بلان ليه؟ للفور ريسورسز زي ما قلنا، الفور فانكشنز اولها البلاننج خلاص، ليه؟ للفور ريسورس اللي هي الايه؟ الفور ام اللي هي مان باور، ماشينري، ماتيريال، وايه؟ ومان. فالبلاننج ده بيحط لك كل حاجه في مكانها. لو انت البلاننج بتاعك معمول صح واكيوريت وعامله مش يعني اللي بيعمل برافيرا ده هو الفام، لازم يكون محترف. البرافيرا دي جهاز طول في ايده، لو اللي شغال عليه محترف هيطلع لك كل حاجه، هيطلع لك كل حاجه كويسه. لكن هو اصلا لازم الداتا اللي تديله برضه والداتا اللي تحطها في المشروع تبقى واقعيه. يعني احنا في مصلحة حياتنا كنا بنشتغل هكذا، انا لغايه البي 3 لغايه اول الالفينات يعني 2003 2004 كنا بنشتغل بايدينا، هذا الكلام بايدينا والبي 3 كانت لسه يعني، كانت البي 3 موجوده، ايوه كانت البي 3 موجوده، كانت البي 3 موجوده بالظبط في اول الالفينات يعني. فالمهم اقول هذا الكلام، انا وانا مدير مشروع ما كنتش بعمل هذا الكلام بايدي. كان عندي البلانر اللي هو بيعرف البي 3 كويس، يعرف بلاننج ويعرف سكيدولينج ويعرف البي 3 احسن مني وانا مدير المشروع. خلي بالك ده تخصص، ونقعد نعمل السكيدول مع انا بشتغل معاه وكل واحد في الموقع شغال معاه، كل واحد من المكتب الفني ومن الكونستراكشن ومن الاتش اس بي ومن الكواليتي، لان كل والسيفل والاركتكشر كل واحد له فانكشن جوه او في جوه البلان، لازم يتعامل الناس كلها تبقى موجوده، مش واحد قاعد يلا هو يفترض ولو واقف قدامه حاجه لا. عشان كده دايما نقول ايه؟ احنا بنعمل سكيدول، لكن ما فيش سكيدول بيتحقق. ما هو ما فيش سكيدول بيتحقق لان انت اصلا في الـ في الـ في الـ في الان بتاعك في الانبوت بتاعك بتاع المشروع، اللي بيشتغل بلانر بيبقى ممتاز وعبقري، لكن الداتا اللي جات له او الداتا اللي هو عارفها مش كافيه ان هو يطلع الشغل على حقيقته. نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا الابروكسيميشن بقى او الفاريشن
تحصل دي المفروض ان لو الدنيا ماشيه مظبوطه ما تبقاش بالحجم الكبير. يعني هنقول الكلام ده، يعني نقول دلوقتي ما فيش مشكله خالص، يعني انت اي مشروع في اول دراسته خالص بريفيزيبيليتي اي تقريرات تبقى حدود ال 25 30%، تبتدي تقل نسبه التقريب التقريب لغايه ما اصل لما اعمل بي او كيو بقى مظبوطه بالديزاين مظبوط تبقى توصل ل 95% ولا حاجه. فكل ما كان البلاننج بتاعي مظبوط بداتا مظبوطه هيمشي مشروعك زي الفل. يعني البلاننج ده بيتبنى عليه الايه؟ اورجنايزنج والليدنج والايه؟ الاربع فور فانكشن اوف مارس اللي هو بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول. فالبلاننج لو اتعمل صح المشروع يعني ايه؟ هيبقى مظبوط جدا. اللي درس في المغيره هيلاقي موضوع البلاننج ده واخد يعني النسبه الاكبر في البروسيدجرز ديورنج اللايف سايكل. خلاص؟ اللي درس اي بي ام اي طبعا فاهم الكلام ده، اللي درس برنس 2 برضه نفس القصه، البروسيسز بتاعت البلاننج اكبر كميه عدد من البروسيدجرز اللي موجوده فيه ديورنج البروجكت كله، يعني مش مجرد اللي هي البلان الاولانيه، لا بعد كده الايه البروسيسز بتاعت المشروع بتاعك كل حاجه يعني لغايه ما تسلم. الكلاينت كونسلتيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكلاينت اللي يبقى موجود معاك من اول مشروع. يعني نورمالي عشان مشروعك ينجح ما فيش حاجه اسمها الكلاينت مش فاضي، ما فيش حاجه اسمها الكونسلتنت مش فاضي. يعني انا لازم اسبوعيا في اجتماع، ده غير الكونتاكت الديلي كونتاكت او الديلي كوميونيكيشن بين المشروع والكلاينت. الكلاينت لازم يبقى عنده ريبورت من المقاول او من اللي بينفذ ومع الكونسلتنت اسبوعيا ميتنج. ده اللي بنتكلم عليه اللي دلوقتي بداوا بتوع الاي تي كتر خيرهم طلعوا الايه؟ الاجايل. الاجايل ده بيقول لك بيس 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 بيس. اللي ماشي اصلا بالتراديشنال بروجكت مانجمنت الكلاينت كونسلتيشن ده كل اسبوع لازم الكونسلتنت يبقى قاعد والكلاينت قاعد والبي ام او، لو في بي ام او قاعد وانا كمقاول قاعد، معلش انا بجد دلوقتي كمقاول عشان نعرف يعني ايه. انا بقرب برضه المسائل عشان ايه، يعني في ناس طبعا ما شغالش بي ام او، في ناس اشتغلت كيف، انا بقول على كل الايه الاطراف بتاعت اي مشروع. طيب البيرسونال ريكروتمنت والسلكشن والتريننج، اتكلمنا كام قبل كده. ما تجيليش الشركه اللي انا هشتغل فيها بروجكت مانجر تختار لي ناس وتقول لي والله انت ايه، انت 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 مدير المشروع بتاعهم، بعد ما يخلصوا يختاروا اللي هم عايزين يختاروه انت عندك مدير المشروع. زي ما قلنا برضه هنفتكر حاجه معينه اللي هي الايه، اللي هي مراحل بتاعت التيم بيلدينج في الايه اللي هم كام مرحله، اللي هو ايه اول حاجه الايه فورمينج اللي هو التكوين، مرحله الايه تكوين الفريق فورمينج، وبعدين تاني مرحله ايه فاكرين ستورمينج اللي فاتت ستورمينج. لو انا كمدير مشروع شاركت في الريكروتمنت بتاع الطقم بتاع المشروع بتاعي موضوع الستورمينج هيقل، مش هيبقى كبير، مش هيبقى كبير، لان هبقى ايه عارف الناس بتشتغل معايا كتير، يعني اصلا باخد ناس من القدام اللي اشتغلوا معايا قبل كده، مش واسطه بقى ولا كوسه ولا لا، الناس اللي اشتغلوا معايا قبل كده ونفذت معايا مشروعات وعارفاني، وكان بتكلم الكلام ده من واقع زي ما قلت لكم قبل كده حضراتكم. يعني انا في كتير فتره حياتي رحت السعوديه، رحت قطر، رحت اي حته بروحها بحاول اجيب ناس من اللي اشتغلوا معايا قبل كده، مش قرايبي ولا مصريين، في هنود وفي مصريين وفي اي جنسيه، الناس تشتغل معاك قبل كده. تحاول ان انت لو انت ماسك مشروع انترناشونال او مشروع عايز تنجحه هات جزء ما اقصى ما يمكن من الناس اشتغلت معاك قبل كده. لو انت اشتغل معاك دوكيمنت كنترولر او سكرتاريا تجيبه، هيبقى مهم جدا معاك، فاهم النظام كله اخر ده، هو اللي بيجي معاك انت بتعلمه. ففي ايه بقى؟ البيرسونال ريكروتمنت، انت كمدير المشروع لازم تشارك في اختيار التيم. زي ما هنكمل برضه دي نوع من المراجعه واحنا شغالين، اللي هو التيم بيلدينج اللي هو ايه؟ فورمينج ستورمينج اللي هي العصف
بعدين ايه النورمنج، ان احنا بقينا بقى نورمال بقى مع بعض، يعني ايه حصل تفاعلات وبتاع والكلمه بقت هاديه. وبعدين بيرفورمنج اللي هو التحسين بقى، ما احنا دلوقتي ما دام بقينا ستيبل دلوقتي مش هنمشي ستيبل، هنحسن بقى ادائنا. وبعدين ايه الاجورنج في الاخر اللي هو ان المشروع خلص والايه والتيم خلاص، تيم يتنقل بقى لمشروع تاني او بشكل او باخر، او بقى يعني كله او حتى كتير او الى اخره. فدي من النقط المهمه جدا البرسونال. وهنلاحظ دلوقتي ان كل الـ حتى الاي بي ام اي، حتى يعني كل المواضيع الاي بي ام اي من زمان، موضوع البيرسونال او العنصر البشري او الفيرست، يعني اهم عنصر في الاداره الانسان، اللي هي الفور ام، المان باور، اهم عنصر هو ده. بقيه العناصر يعني مش بقول مش مهمه، لازم تتوفر، انما لما بيبقى الانسان كويس وعارف هو بيعمل ايه، ده بيبقى هو الايه اللي بينجح. وده الفرق برضه ما بين مشروع ناجح ومشروع مش ناجح، ولغايه ما توصل لدوله ناجحه ودوله مش ناجحه. اوكي، فاهم، عنصر هو الانسان مش تحديد النسل. اوكي، معلش. بعد كده في التكنيكال تاسكس، احنا بنتكلم على الايه العناصر اللي قدامنا دي، اللي احنا ايه هنوصل لايه، للكلاينت اكسبتنس في الاخر. يعني الهدف هو كلاينت اكسبتنس، ما هو كلاينت اكسبتنس اللي هتلاقيه هيبقى ايه؟ هنلاقي المشروع اللي اتكلم عليه في ايه؟ في الحاجات المطلوبه، التايم والكوست والكواليتي. طيب هنلاقي بقى التكنيكال تاسك بقى، خلصنا البيرسونال. التكنيكال تاسك بقى بتبتدي منين؟ بتبتدي لو انا في مشروع من اول المكتب الفني، وكل ما كان عندي بيم مانجمنت، خلي بالنا هذا كلام مش مجامله، هذا كلام، ده انا من 2006 2007 كنت بتكلم على الريفت. يعني دخلت في مكتب استشاري مره، بعدين بيشتغل بقى بالكلام، مش على الكلام ده من الاخر، كانت الريفت لسه متقسمه، الاركتكشر لوحده والاستراكشر لوحده والالكتريكال لوحده والميكانيكال لوحده. دلوقتي ما شاء الله بقى جميل ومبسط، وانا يعني زعلان ان انا يعني ايه ما يعني ما 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 وفقتش ان انا دخلت في الكورس اللي بتعمله البيم اريبيا على الباشمهندس الجميل كريم، اعتقد كريم، يعني ما وفقتش ان انا انضم لهم يعني. طيب فالتكنيكال تاكس بتبتدي من المكتب الفني، تخش بعد كده على الكيو اي كيو سي، تخش بعد كده الاتش اس اس اي، تخش بعد كده على الكونستراكشن بقى بكل ما فيه، تخش بعد كده على كل الحاجات بقى اللي هي بقى الحاجات اللي في الموقع بقى، كل التكنيكال تاسك عشان ايه تخلص الشغل بتاعك، البي اي كيو سي، كل الكلام ده من اخره لغايه ما تستلم المشروع بتاعك. طيب في الاخر بتاخد ايه؟ دي العنصر بتاع الكلاينت اكسبتنس. فكل دي النقط اللي هي موجوده، صح؟ طيب انا وانا بقى في الفتره دي كلها بعمل ايه؟ عندي مونيتورنج اند فيدباكس، بعمل مونيتورنج من كل واحده من دول وفيدباك، ماشي؟ طب المونيتور والفيدباك، حصل عندي ترابل شوتنج، ترابل شوتنج ده عباره عن ايه؟ ده مشكله، مشكله حاصله، اعمل فيها ايه؟ ترابل شوتنج بيدخل لي على ترابل مونيتور والفيدباك مع جميع العناصر دي كلها من اول لاخرها، ودول كلهم بما فيهم انا هنا الكوميونيكيشن موجوده، الكوميونيكيشن موجوده ما بين كل الاطراف دي كلها من اول لاخرها، وانا هنا في المونيتور والفيدباك شغال بعمل الكلام ده كله من اول مشروع لاخر. ولو في ترابل شوتنج دخلنا جوه. بنقول ايه التينكي فاكتورز اوف ريبورت امبلمنتيشن بروفايل. هو يعني مش ناس كتير يعني ربط الكلام ده ببعضه او الى اخره، لكن الحقيقه ده من التشارتس اللي هي المبسطه جدا وتوصل لاي حد الموضوع ببساطه. طيب هنا بقى هنبتدي نتكلم في حاجات بسيطه جدا 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 لكن هامه جدا. الفاكتورز بقى الافكتنج بروجكت سكسس اند فيلير. There are several factors that are affecting the project's success. In the following, the main of these factors are 50. يعني احنا حصرناهم وهنقولهم دلوقتي. والله في ناس تقول لي ما في زياده كذا 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 كذا، ماشي زودها. يعني اللي قبله حاجات ثانيه، ماشي. فالنقط اللي جايه دي كلها من هون دلوقتي هي الفاكتورز اللي لازم تتوفر معاك وتتحقق كويس عشان ايه؟ تنجح مشروعك. طب اول حاجه ايه؟ خلاص انا عملت الطقم والكلام ده كله، البرودكت مانجمنت ميتنجز، عندي كام ميتنج كل شهر؟
البرودكت مانجمنت ميتنجز دي على فكره دي كتير قوي، بس هنا انا بقصد البرودكت مانجمنت ميتنج اللي هي ايه؟ اللي ما يخص السايت. السايت اللي عاوز ينجح، وانا بقولها من دلوقتي برضو عشان نبقى متفقين، اي مجال مقاولات عايز ينجح لابد لابد من ديلي ميتنج، ان شاء الله 5 دقائق، ان شاء الله 10 دقائق. يعني اصل في المشروعات اللي بنعملها، في المقاولات بالذات، يعني ممكن في البي ام او مثلا تبقى كده ولا كده، لكن في المقاولات بالذات لازم اون ديلي ميتنج، وده بيحقق لنا موضوع الاجايل. الاجايل اللي هو البيس، واحد حته حته حته. يعني كان دايما حتى الستاف بقى، الستاف بيبقى ستاف كبير مش صغير، يعني في مشروعات كانوا وصل معايا الطقم ال 170 واحد. طبعا مش كلهم بيحضروا الميتنج، طبعا بتحضر الروس بتاعت الاقسام كان من الاخر. بروجكت مانجمنت ميتنج يا باشمهندس، هو احنا يا باشمهندس كل الناس فاكره ان الميتنج ده خطب ولا وقت احنا بنتكلم مع بعض وبنبساطه الكلام بقول لك ان مفيش حاجه. اقول لهم لا، ودي من فضل الله سبحانه وتعالى، دي البوليسي اللي انا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني ادرت بيها مشروعاتي في حياتي كلها. الديلي ريبورت يا اخواننا، هو احنا دلوقتي لما نلتقي كل يوم 5 دقائق 10 دقائق، خلاص هنشرب قهوه مع بعض فتره الظهر مثلا، تمام؟ لو ما فيش مشاكل عندنا خلاص 5 دقائق 10 دقائق، سلام عليكم، وعليكم السلام، ومشينا كلنا، وبونسوار وبونا بريميتي وموتشو جراسياس كل حاجه. انما بالخبره وبالتجربه هذا الكلام لم يحدث في اي مشروع، لان قطعا لازم في مشكله، فالمشكله دي بتاخد مننا دقائق برضه عشان نحلها، لكن هتاخد دقائق وهنحلها مع بعض، احنا قاعدين مع بعض، احنا مش الاجتماع ده ليس تضييع وقت، الاجتماع ده حاجه مخططه. حضرتك شرحنا ال 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 مانجمنت او ميتنج مانجمنت او مانجمنت اوف ميتنجز، وقلنا نتكلم فيه ازاي. فالبوينت ماش ميتنج اقول لكم في مانثلي، في ديلي، لازم ديلي يبقى 5 دقائق 10 دقائق يبقى نص ساعه، ساعات ممكن نوصل لساعه لما يبقى في ايه؟ بروبلمز كبيره بتحصل ونحلها. وزي ما اتفقنا البروبلم بتتحل في يوميها ما بتكلفنيش حاجه، اللي بتتحل ثاني يوم هتكلفني شويه، الثالث يوم ثاني يوم هتكلف اكتر، ممكن بعد اسبوع بعد اسبوعين هتلاقي المشكله ما بتتحلش وبقت زي الشر على الناس كلها، زي الكانسر في البني ادم. ف يعني ودي يعني انا طبعا في الناس المتخصصين في الاجايل دي ناس اساتذه كبار وبنتعلم منهم وبنسمعهم وبنسمع منهم كل حاجه، ولازم نبقى فاهمين اجايل يعني ايه، وباذن الله يكون في نصيب ونقدر نربط ايه نتكلم عليه شويه. ان دي ده هو ده الاجايل، ان انت بتشتغل حته حته وباين قدامك الكلام ده من الاخر. الميتنج الثاني اسبوعيا ده فيه الكونسلتنت وفيه المالك، ولو في بي ام او هيبقى في البي ام او، وهيبقى المقاول موجود. انا كمقاول بقى المفروض ان انا بعمل برزنتيشن بحط فيه وات ووز بلاند فور ذيس ويك، ايه اللي كان مخطط بالنسبه للاسبوع ده، وكل بقى الكي بي ايز اللي دخل. هذا الكلام احنا بننفذه من سنين، خلي بالك انا مش بتكلم كلام ده كي بي ايز والكلام ده كله، طبعا دلوقتي بقى عظمه وبقى جمال وبقى فيه تخصصات رائعه، لكن لازم كل اسبوع نتكلم احنا وصلنا فين في التايم، وصلنا فين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكوست، وصلنا فين للكواليتي مباشره وباينه وكل حاجه، ولا نخجل من اي مشكله، ولا نخجل ان احنا في حاجات ما وفقناش فيها. يعني القصات على طول، انا الاسبوع اللي وراها بعمل ايه؟ بعمل تصليح لها، فلما اصلحها في الاسبوع اللي وراها تمام خلاص، ما اسيبش الموضوع بقى يكبر او اتغاضى او اقول لا معلش بلاش المره دي، بلاش نبينها قدام العميل عشان ما يزعلش. مش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده، ومش مش بقى مش بشكل اجريسيف او بشكل مش كويس، لا ابدا. احنا انا متاخر في حاجه خلاص حضراتكم، انا عندي مثلا الايرنت فاليو، انا متاخر في الحته دي وبتاخرنا بسبب كذا وكذا وكذا وكذا، اي سبب مشكله بقى عندي من عند حد تاني مش مشكله، لكن احنا كامينج ويك وي ريزولف ذا بروبلم اند وي ريتش ذا بلان خلاص، وبخلص حاجه في الاسبوع اللي وراه لازم اكون مخلص هذه المشكله. لو عملت كده
يبقى انا ماشي مدير المشروع صح. ما عملتش كده يبقى انا بقى ايه يعني بغلط، لان لو قعدت الاسبوع اللي ورا هتكبر، اللي وراه هتكبر، انما لما اول باول بحل بقت ايه. طيب في دول الميتنج زي انا بتكلم عليهم، اللي هو عندك ديلي وعندك ويكلي، يبقى في مانثلي بقى اطول شويه، بحيث ان المانثلي ده بيتحط فيه بيحصل ممكن يحضر فيه بقى وكيل مصارعه، ممكن يحضر فيه يعني اي مستوى بقى اكبر من الكلام ده الاخر. انا بتكلم على برضه قطاع الكونستراكشن، اللي هو يعني ايه اكثر حاجه قريبه مننا واكثر حاجه احنا يعني ايه يعني هتبان لاي حد، انما اي مشروع في الدنيا هو يعني هذا الكلام ايه ما متفق فيه. انا مش عارف، انا لما بحضر معاكم نفسي بتتفتح بتطلع حاجات، ببقى حاطط في بالي ان ده يعني ده من البرزنتيشن الخفيفه يعني، انما واضح ان انتوا يعني ايه ايه يعني زي ما بيقولوا اللقاءات دي ارسال واستقبال، فاستقبالكم الرائع هو اللي ايه بيطلع الكلام ده كله يعني. فالمصري دي، وبعدين بيبقى فيه دايما سكيدول او بلان للميتنجز، لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه بلان للميتنجز الاول خالص، وبيبقى موجود في الكواليتي بلان. طيب النقطه الثانيه، يا الحريص كلها في اول نقطه، التايم ديفوتد، البروجكت مانجر تايم ديفوتد، يعني البروجكت مانجر بيدي نسبه قد ايه من وقته للبروجكت، سواء بقى ممكن يكون ماسك تو بروجكت، سواء بقى عنده حاجه ثانيه او الى اخره، بيدي وقت قد ايه للبروجكت بتاعه. هنحاول يعني نسرع شويه عشان برضه ايه احنا في رمضان، وانا حاطط في دماغي ان حاجه رمضان ما تطولش عن ساعه ساعه ونص ماكسيموم، لكن او طيب البروجكت مانجر سايت فيزيتس النمبر بير مانث. انا شخصيا تجربتي الشخصيه وتجربه ما شفتهم من مدير مشاريع، السايد فيزيت كم سايد فيزيت بير مانث، انا لما ببقى مسؤول شخصيا مش هتصدقوا، ما عنديش حاجه اسمها ما فيش سايد فيزيت في يوم، حتى ايام الجمعه اللي بنزل اروح اصلي فيه لازم بعدي على السايد بتاعي او على السايد بتاعتي، لو انا ماسك مثلا مدير مشروعات في شركه لازم اعدي على المشروعات. طبعا ممكن تبقى مش كلها يعني، في حاجات انا كنت بمسكها مثلا فيها عندي 10 15 مشروع، يبقى مثلا 10 15 مشروع خلال الاسبوع بعدي على ايه كل يوم مشروعين ثلاثه، يعني بيبقى في بلان معين للزيارات، والبلانات دي برضه ما حدش بيعرف، انت تعرفها بس وتغيرها، يعني مش لازم تحط في دماغك ان انت مثلا المشروع ده بتزوره كل يوم اثنين، فكل الناس دي تتوقعك تقوم الاثنين تقوم تبين احسن ما عندها، لا انت تروح المشروع من غير ما تكون الناس عارفه، دي احسن بيست واي بس بنظام معين يعني. طيب بروجكت مانجر سايد فيزيتس بير مانث، وانا بالنسبه لي 30 دايز بير مانث او 31 دايز بير مانث او 28 دايز بير مانث، او على فبراير لازم ابص. انا طبعا انا متابع كل يوم ديلي ريبورت والويك ريبورت والكلام ده من الاخر، بس العين برضو بتفرق، العين بتفرق الناس اللي بتشتغل، وخلي بالك برضو ده مش الكونستراكشن بس، ده لاي حاجه. معلش هو اصل البروجكت مانجمنت دي، البروجكت مانجر ده انا مش بقول ده الباشا ولا الريس الكبير ولا الكينج بتاع الموضوع، لا ده اكبر مسؤول في المشروع، فيعني انا بقول الكلام من واقع، لا ده مسؤوليتك، وكل ما تحسب مسؤوليه. وبعدين برضو انت بتشوف يعني البروجكت مانجر بيبقى شايف المشروع قبل ما يتبني، حاسب كل زلطه قبل ما تتحط، ف يعني خلاص نكمل. بروجكت مانجمنت مانجر سب اوردرز اللي هم الناس اللي شغالين معاه، كم واحد؟ انا في مشروعات عدت معايا ال 170 واحد في الاورجنيشن شارت، وهنا في مصر خلي بالنا، كان مشروع كبير وكان جميل وكان معايا ناس لغايه النهارده علاقتنا بيهم كان في 2005 2006 ولا حاجه. الحقيقه يعني وناس محترمين وقيمه احترام، شركه عظيمه من الشركات العظيمه اللي في مصر يعني. بروجكت مانجمنت سب اوردنس الكواليتي بتاعتهم قد ايه؟ وعلى فكره ده المشروع ده بالذات انا ما كنتش مختار الناس، لكن قدرا كده ربنا رزقني بناس يعني حتى الان معايا على الواتساب وقمه احترام وقمه خلق، مهندسين عظام يعني. طيب البروجكت مانجر ليفلز اوف كرافتسمان اللي هي ايه؟ الكرافتسمان اللي هي الكرافت اللي هي الحرفه، الحرفيين يعني مستوى الحرفيين الموجودين في معاه. education level
نمبر ييرز افتر هاي سكول. يعني انت بعد الهاي سكول، ما انا ممكن وانا معايا هاي سكول بس، يعني وانا معايا دبلوم بس صنايع، ادير مشروع احسن من احد. خلي بالك، لان الاداره مش شهاده. الاداره ليست شهاده، الاداره مع علم. يعني لو احنا دلوقتي هذا الكلام، لا انا بقول الكلام ده برضه عن تجربه. ليه؟ انا بالنسبه لي مثلا ببقى بروجكت مانجر، بعمل ايه؟ لازم عندي ميتنجز مع الناس بتقول ايه؟ من الاول خالص، من اول الكونستراكشن مانجر للكيو اي كيو سي للدوكمنت كنترولر للسكرتري، كل الناس اللي عندي لازم يبقى في ميتنج مع الناس كلها من اول لاخرها، يبقى احنا عارفين فين. الاديوكيشن ليفل ده للبروجكت مانجر بالذات. هل هو طبعا خلي بالنا من حاجه، وانا لو انا مهندس مثلا او محاسب او بدير مشروع او حاجه، انا الموضوع بالنسبه لي مختصر. يعني انا مهندس او بدير مشروع هندسي، لو انا مثلا دكتور وبدير مثلا مشروع طبي او الى اخره، يعني المعلومات اللي عندي او الاديوكيشن ليفل اللي عندي بيريح لي حاجات كثيره جدا، ما بيخلينيش ابذل جهد كبير في ان انا ايه اتعلم الايه الترمينولوجي او اتعلم السيكونس او اتعلم البروسيدرز بتاعت الايه المشروع اللي انا بديه. فكام كام ييرز افتر هاي سكول؟ يعني قطعا لو انا اخذت الخمس سنين بتاعتي اللي بتاعت الكليه، خلصت الايه الاديوكيشن ليفل، وقفت عند دبلوم سنه ورحت اشتغلت، انا بعد مثلا 15 سنه ولا حاجه او 20 سنه انا ممكن ادير مهندسين كبار. خلي بالنا، انا قابلني ناس كده وعظام وبعتز بيهم، وده بيبقى احسن من المهندس كمان، يعني هو ايه خدها من تحت خالص، بس المهم انه يبقى ايه محترم زي الناس اللي اشتغلنا مع بعض، ويقدر تماما الناس اللي بتشتغل معاه، ولا يتجاوز ولا تحس انه هو هاي سكول، يتعلم تحت ايده مهندسين كبار ومع هذا بيحترمه وحطتهم على دماغه، كل واحد مهندس، كل واحد يعني المقامات محفوظه كبيرسون. خلاص، فالإدوكيشن ليفل انا هنفترض في الظروف العاديه انا خدت الثانويه العامه بتاعتي، دخلت كليه الهندسه خمس سنين، افضل لو عملت ماستر، افضل لو عملت بي اتش دي او ام اس سي وايه وبي اس سي ودكتور اسان دي اس سي. يعني المهم ان انا يعني ايه، يعني الاديوكيشن ده الريكومنديشن بتاعي للناس كلها لا تتوقف. وبعدين زي ما بنقول الفاضي ما بيعملش حاجه، ما حدش يقول لي انا مشغول. لا، انت وانت مشغول ومتجوز وعندك ولاد وبتشتغل الصبح والظهر وبالليل وكل حاجه عشان تعيش تكسب حياتك بالحلال، هتلاقي وقت ان انت تعلي الاديوكيشن ليفل بتاعك. ده كلام انا بكلمه عن تجارب، انا مش بقوله كلام خيال ولا كلام بيسموه ايه تنميه بشريه، لا بكلمكم على كلام ده حقيقه. يعني الفاضي ما بيعملش حاجه. يعني لو انا ما عنديش شغل وعايز انمي قدراتي او ادرس او اعمل، مش زي ما انا عندي شغل. وخلي كل واحد يجرب الحته دي. انما برضه ايه، انت برضه لو بيبقى ما عندكش شغل، لو انت يعني بتدير نفسك صح، هتلاقي الوقت اللي عندك تستغله ان انت ايه ترفع الاديوكيشن ليفل بتاعك. والاديوكيشن ده زي ما قلنا الاديوكيشن ليفل عباره عن ايه؟ بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه. دي عشان ايه؟ عشان يبقى انا ماسك الايه؟ العلم كله في الايد والثانيه في ايد. غير بقى اللي هو الايه؟ البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت ده من اهم العلوم. ليه؟ انا ممكن ابقى معايا شهادات عاليه جدا لكن لا اشتغلت في الاداره ولا درست اداره ولا ما حاجه خالص، بقى انا متخصص. يعني اساتذتنا العظام بتوع زمان اللي هو كان مثلا استاذ ستراكشر انجينيرنج، دول مش على دماغي، دول يعني لا ينسوا. اساتذتنا بتوع السول ميكانكس، اساتذتنا بتوع اللي هو التكنيكال، ناس عظام. انما ما تقولوش بقى تعالى اشتغل اداره، لان الاداره دي تخصص زي الاطباء بالظبط، دكتور بتاع جراحه، دكتور بتاع بطنه، دكتور بتاع ده، دلوقتي بقى دكتور بتاع حاجه معينه، يعني دكتور بتاع انف، دكتور بتاع فم، دكتور بتاع وزن، دكتور بتاع ايه في العيون. فدي التخصصات
والتخصصات دي كل ما الزمن بيتقدم التخصصات بتبقى ايه ارفع من اللي قبلها. مش عارف انتوا البروجكت مانجر توتال ييرز اكسبيرينس، عنده كام سنه اكسبيرينس في ان توتال. يعني واحد اتخرج من مدير هندسه بقاله مثلا 7 سنين 8 سنين، فعنده التوتال اكسبيرينس بتاعته 7 8 سنين. طب الاكسبيرينس بتاعته بقى في الايه، في البروجكت مانجمنت لازم بقى 3 سنين. يعني ما حدش يقول لي يعني هو واحد جديد ودرس البي ام بي او درس برنس 2 يقول لي والله انا درست كلام بقى انا هنزل ادير مشروع، اقول له لا، لازم تشتغل مساعد مدير مشروع الاول، لازم ومدير المشروع تتعلم منه الحاجتين. لو هو مدير المشروع كويس اتعلم منه كل الحاجات الكويسه اللي عنده، لو هو مدير مشروع وحش يبقى انت حظك حلو. ليه؟ هتتعلم ايه الحاجات اللي انت مش لازم تعملها. يعني محدش يقول والله ده انا اصل الشركه عندي ملخبطه، لا ده انا المشروع عندي مدير المشروع بتاعي مش عارف ايه، ده بالعكس ده انت بتشتغل في حته يعني مش كوميلفو زي ما بيقولوا الفرنساويين، انت بتتعلم اكتر، لان هيقابلك مشاكل وهيقابلك كونفليكتس، هيقابلك حاجات انت عمرك ممكن ما تعديش عليك طول عمرك. انما انت لو فنت في شركه كبيره مثلا في باكتل في 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 في, في بروجاكس في, في في اي شركه من الشركات الكبيره، انت داخل في وسط ناس متمرسين وحافظين، فالمشاكل اللي مش هيبقى معاهم مشاكل زي ما انت بتشتغل مثلا مع يعني مش عايز اسمي حد، لا انت وانت ماشي وانت سيرتيفايد بي ام بي وانت سيرتيفايد اي بي ام اي وانت سيرتيفايد برنس 2 ما تزعلش لما تدخل في مشروع وتقول الدنيا محتاسه والى اخره. ده انت تاخد هذا الكلام وتقعد على قد ما تقدر في الدايره بتاعتك تصلح اللي تقدر عليه، لو انت مثلا بتساعد مدير مشروع او الى اخره. لو مدير المشروع عندك مثلا ناقصه حاجات او حاجه ما تتمصدرش عليه بالمعلومات اللي عندك، لا ده انت تحطها تحت رجليه وتساعده والى اخره، يبقى انت ايه؟ وبينك وبينه يعني خلاص، فانت بتستفيد. ما حدش يقول لي مش اي مشروع في الدنيا مهما كان فيه انت ايه هتبقى، انما البيست واي انك تبقى مع مدير مشروع فاهم وعارف ويعرفك الغلط فين والصح فين وبنعمل ده ليه وكلام ده كله اخره. مش لازم يبقى درس كده، لا انت ماشي معاه وانت بتساعد مدير مشروع. البروجكت مانجمنت سكوب اكسبيرينس، يعني مثلا انا عايز مدير مشروع مثلا مدير مشروع مستشفى، مهندس جميل كان صغير خالص كان لسه متخرج مثلا بقاله سنتين ثلاثه خلاص، قابلته في السعوديه بيدير مستشفى انا قلت هلوش، وهو على فكره مش عايز يعني مدتل وشركه مقاولات كبيره، مش ما بحبش اقول يعني حاجات اللوكال عشان ما بقاش بعمل دعايه لحد، لقيته في السعوديه بيدير مستشفى قلت هلو. قلت له انت بتدير اللي انت بتعمله ده احسن ما انا بدير الحقيقه، يعني احنا ده كل واحد ياخد قدره وممتاز وكل حاجه والحقيقه، واتبسطت جدا. ليه بقى؟ يعني كان عمل قبل كده 3 4 مستشفيات، عمل 3 4 مستشفيات ورا بعض يعني الشركه بتاعت مستشفيات، وهو اللي ايه اللي بيبني المستشفيات، فاخد خبره رائعه. وانا لو يعني لو قدر ربنا سبحانه وتعالى اتحط قدامي مستشفى انا يعني اقول له تعالى وانا مش مغمض عينيا وانا يعني واثق 100% ان هتنجح. البروجكت مانجر تكنيكال اكسبيرينس في السيميلر تكنيكال بروجكت زي اللي كان كنا بنقوله دلوقتي خلاص، التكنيكال اكسبيرينس يعني هو لما بيشتغل بروجكت مانجر بيبقى عنده تكنيكال اكسبيرينس في مثلا في سواء في الـ في الـ في الـ في الـ في الكونستراكشن في, في الانشاءات، سواء في الـ في في في, في الويز اوف كونستراكشن، ان مثلا المستشفيات فيها حاجات يعني اعلى يعني اكثر كومبلكس من وجهه نظري في الكونستراكشن هو المستشفى، يليها الفندق ده خلاص من ضمنها برضه مشاريع البترول، مشاريع البترول ابسط من المستشفى وابسط من الفندق.
خلاص، انما في ايه بيسموه ايه كومبلكس بروجكت يعني. خلاص تكنيكال اكسبيرينس، هو عندك اكسبيرينس في ايه؟ هل هو مثلا الكترو ميكانيكال، هل هو ستراكشرال، هل هو سيفل، هل هو الى اخره، لازم عنده تكنيكال اكسبيرينس في ايه في البروجكت دي. البروجكت مانجر سكوب اكسبيرينس اذر ذان از بروجكت مانجر، السكوب اكسبيرينس بتاعته، السكوب اللي هو الايه؟ السكوب اللي هو السكوب يعني الشغل على بعضه يعني، اللي هو بيسموه النطاق، الاكسبيرينس في النطاق بتاعه، ودي اول بتاع في البي ام بي يعني. في اكسبيرينس اذر ذان بروجكت مانجر از يعني عنده سكوب اكسبيرينس كم سنه، كم بروجكت عملها قبل كده. بروجكت مانجر تكنيكال اكسبيرينس اذر ذان از بروجكت مانجر، خبرته قد ايه كتكنيكال قبل ما يبقى بروجكت مانجر، يعني قبل ما يبقى بروجكت مانجر كان مثلا ستراكشر انجينير، كان كونستراكشن انجينير، كان كيو اي كيو سي انجينير مثلا، كان محاسب في مشروع يقدر يمسك مشروع. خلي بالك يعني خريج التجاره اللي هو الشاطر، الشاطر فاهم اداره كويس قوي، ويقدر ان هو يدير اي نوع من انواع المشاريع كويس لو هو حابب الاداره واعرفه واعرفه صح. وانا في مشروع معين في ابو ظبي، كان مشروع كبير جدا، كنت انا سينيور ريزنت انجينير يعني بروجكت مانجر لكل التكنيكال، مشروع كبير تاورز وقصص جميله يعني. كان مدير المشروع واحد لبناني استرالي، شركه لبنان استرالي وجايباه، وكان هايلي كواليفايد مانجمنت وايز. كان دايما يجيني مثلا يقول لي باشمهندس معلش ايه، والناس بتوع الكونسلتنت معلش ايه، اقعد معاهم وريهم واعرفهم كام ده كله اوكي. شركه اجنبيه، كانت شركه اجنبيه بريتش، يجيني الراجل بتاع الكيو تي سي مثلا. على فكره انا في سن دلوقتي ما ينفعش ان انا ادعي حاجه او اقول حاجه ما حصلتش، انا بقول لكم ليه الكلام ده، انا انسان عادي جدا. اي حد دلوقتي لما يوصل لسني لازم يبقى احسن مني 10 مرات، يعني الامكانيات الموجوده دلوقتي احنا ما شفناهاش. احنا يعني لما كنا في سنكم دلوقتي لا كان في الامكانيات دي، ولا كان في حد يقدر يقول لي هذا الكلام ولا تسمعه. فالفرصه ان نسمع هذا الكلام ده طبعا اساتذتنا مثلا زي المهندس عمر في البيم، زي ناس كتير في الـ اكس سي، ناس كتير في كل المجالات، دول اساتذه كبار بنتعلم منهم، ولغايه دلوقتي نتعلم منهم. ان الامكانيات النهارده لانك تر اعلى بكتير جدا من اللي احنا شفناه. اقرب لكم نقطه، يعني انا بعمل الماستر بتاعتي كنت بروح اقعد في المكتبه وانا بقدم الماستر زمان، يعني الكلام ده في الثمانينات. واحد صديق هنا في اسكندريه قال لي ده في واحد في القاهره جايب مكنه تحط الورقه من حاجز تطلع لك اختها بالظبط الناحيه بتاع مكنه التصوير. مكنه التصوير اللي هي دلوقتي يعني بقت ايه؟ يعني في البيوت وفي القهاوي وفي كل حته موجوده، كانت لسه جديده لانك يعني. فالمهم اللي عايز اقول لكم عليه حاجه النهارده، اللي عاوز يوصل لمجهود واشوف البيم اريبيا، انا مش تشكيل فيها ولا حاجه، شوف كم الناس اللي بتدي محاضرات وفري. احنا دلوقتي في نعمه، خلي بالنا يعني، قد يكون مثلا الناس كتير مننا قاعدين من غير شغل او ما عندناش حاجه شغلانه، لكن قدامنا فرصه في هذا المجال ان انا الاقي اي حاجه بحبها بلاقيها، يعني ايه بدوس بزر قدامي ان انا اعلي مستوايا. طيب التيم تيرن اوفر برسنتج بير، دي نقطه مهمه جدا برضو. يعني لما انا بروجكت مانجر والاقي الناس بتهرب مني او بتنقل بتروح مشروعات تاني او الى اخره، ده غلط. يعني هو ما اروحش في حقي، يا اما مثلا الشركه نفسها محتاجاهم في حته ثانيه فبتغصب عليا ان هي تاخد الناس دي. فالتيم تيرن اوفر بير فاضي، لو هو عنده تايم يقدر يوزع الريسورس، يديني يديني مثلا 4 ساعات في اليوم ويديني 4 ساعات في اليوم ماشي، انما تاخده مني خالص وانا مشروعي ماشي ومحتاج له، ده مش تمام.
ديزاين انسنتيفز برسنت في البادجت. ديزاين انسنتيفز فاكرين احنا كان في البروجكت فيزز كان في الايه؟ بري فيزيبيليتي سبعه بري فيزيبيليتي برضه احنا بنحاول نراجع واحنا شغالين عشان يعني ايه نفتكر. وهقول لكم على فكره برضه بعدين بعد كمان شويه. الديزاين انسنتيفز احنا قلنا بري فيزيبيليتي ثم الفيزيبيليتي، بعد الفيزيبيليتي بنروح فين؟ بنروح على الديزاين. لو الديزاين معمول كويس ومصروف عليه كويس، انا مش بقول كويس يعني ان احنا يعني الديزاينر ده ادينا له يعني بتاع، لا، في البرسنتج من البادجت قد ايه؟ يعني الانسنتيف بتاعته الحوافز بتاعته، او ماليش استخسر في الديزاينر ولا استخسر في البلاننج، يعني في حاجات ما استخسرش فيها ولا مش اسرف، خلي بالنا يعني دي اللي هي ايه داخله بقى في الموضوع بتاع الايه؟ الفاليو انجينيرنج. ديزاين كومبليت ات بروجكت ستارت، هل كل الديزاين بتاعي خلص بروجكت ستارت؟ يعني المشروعات عاده ده النورمال كيس ان لازم في ايه السيفن فيزز بتاعت البروجكت، اللي هو بري فيزيبيليتي ثم فيزيبيليتي ثم ديزاين، مش كده؟ احنا متفقين. بعد الديزاين في بقى الايه؟ البروكيورمنت، وبعدين الايه؟ الكونستراكشن، وبعدين الانيشال هاندنج اوفر، وبعدين الفاينل هاندنج اوفر اند ايه اند كوست ايفالويشن. طيب الديزاين كومبليت اند بروجكت ستارت، البروجكت ستارت لو انا الديزاين كله خالص متراجع 100% قبل البروجكت ما يبدا، ده الوضع الامثل. خلاص بيبقى عندك البي او كي واضحه وما فيهاش زي ما قلنا توصل ل 95%. انما في انواع من البروجكتس ايه؟ تبقى ديزاين اند بيلد. ديزاين اند بيلد برضه ربنا يعني ده رزق من عند ربنا ان انا ايه عديت على مشروعات بهذا الشكل، يعني سواء في مصر او خارج مصر. ديزاين اند بيلد ده بيحتاج لحاجه اسمها الفيد، فرونت اند انجينير ديزاين. يعني انت كمقاول بتعمل الديزاين وبتعمل ايه؟ الكونستراكشن. بس بيبقى حاجه اسمها ايه؟ الفيد دوكيمنت، فرونت اند انجينير ديزاين. دي مش مشهوره قوي في الشغل العادي، لكن دي مجالات الدكتور هتلاقيها. يعني دي اشتغلت مع مجالات البترول، وغالبا في قطر فرونت انجينير ديزاين. اللي انت عندك بتاخد مشروع ديزاين وبتاع وبتمشي بقى الاثنين مع بعض، وانت كبروجكت مانجر بقى بتعمل بتدير الاثنين مع بعض. بس عايزه يعني واحد يعني مفتح قوي وعارف ابعاد كل حاجه، ما يجريش حاجه على حساب حاجه، فاهم يعني ايه ديزاين، فاهم يعني ايه كونستراكشن، فاهم يعني ايه بروكيرمنت، لان بتبقى الاكتيفيتيز كلها ماشيه على بعضها. وهنا دي برضو بتستدعي اكتر لموضوع ان انت يبقى عندك الديلي ميتنج والايه؟ والويكلي ميتنجز، والكلاينت معاك في الويكلي ميتنج، ويبقى معاك خطوه بخطوه. لو انت عملت كده يبقى انت من غير ما تعمل، بس لازم تدرس الاجايل، لازم تعرف فيها حاجات جميله جدا، يعني فيلوسفي، فلاش بلانر، في حاجات كتير قوي في الاجايل، موضوع جميل جدا. بس الاجايل ده انا بنصح انك ايه تخش الكلام ده كله احنا بنقوله وتعرفه وتدرسه، وبعدين تبتدي ايه تشوف الاجايل بقى، وتشوف سكرام، وتشوف كل انواع الحاجات الايه الجميله الجديده اللي هي زي مثلا في الكواليتي، تدخل بقى على السكس سيجما وعلى اللين سكس سيجما والبيلتس والكلام ده كله، اول اخر لازم يعني ايه. بس اعرف الاول الاساس ايه اللي بناخده دلوقتي، الاساس بتاعت مدير المشروع. واحنا ممكن نتكلم على الحاجات دي كلها على خيرها، بس ايه ان بريف يعني تايتلز، وانا كمدير المشروع لازم اعرف ايه حدود معرفتي في كل حاجه من الحاجات دي كلها، سواء في الاجايل بقى، سواء في الكواليتي، سواء في السيفتي، سواء كان لازم بقى مدير مشروع عارف عندي مينيمم نولج عشان اقدر يعني اتابع مع المتخصص، ما بقاش مش فاهم. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، يعني انا عندي ابني مسك اريا مانجر في شركه كبيره جدا في الخليج. يوم ما طلع اريا مانجر قلت له خلي بالك اوعى تخلي حد تحت ايدك في التيم بتاعك يعرف حاجه انت ما تعرفهاش. يعني لازم تبقى زي ما قلنا ماسك النولج بايد، وماسك الايه؟ البراكتس بايد تاني. النولج بتاعك ده كل يوم بيتطور، احنا كل يوم بيتطور، كل يوم بيتطور. تخلي بالنا ما بقتش العمليه زي زمان. يعني احنا قعدنا مثلا كام سنه، يعني ال 20 سنه اللي فاتوا دول فرقوا كتير جدا، خلي بالنا فرقوا كتير جدا جدا جدا، وانواع المانجمنت كتير اكتر بكتير من اللي احنا مثلا عرفناه في ال 30 سنه اللي قبل ال 20 سنه اللي فاتت.
الاكتيفيتيز ديزاين كومبليت ات بوينت ستارت، الاكتيفيتيز ان اكزكيوشن بلان. يا الاكزكيوشن بلان بتاعنا الاكتيفيتيز دي قد ايه؟ كم واحد كم اكتيفيتي؟ دي بتوصل لمئات الالوف لو انت عندك مشروع كبير. يعني الاكتيفيتيز دي البريك داون بتاعك بيوصل، لو انت مثلا ماسك مشروع مثلا من المشروعات الكبيره تاورز او مدينه متكامله او الى اخره، هتلاقي الاكتيفيتي الاكزكيوشن بلان كتيره جدا 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 جدا. وفي ميثودز برضه ممكن تساعدك، اللي هي مثلا لاين اوف بالانس ميثود في الـ في الـ في البلاننج، طريقه جميله جدا وبتتربط بالبريمافيرا، وفي حاجات كتير جدا جدا يعني. بس ده المتخصص بقى اللي هو عايز يتخصص في البلاننج لازم يبقى عارف يعني ايه لاين اوف بالانس، يعني ايه يعني ايه ايرن فاليو، يعني حاجات كتير جدا بتتعرف. بس انت كمدير المشروع لازم تبقى عارف ايه دي واولها ايه واخرها ايه، بتعرف وما يبقاش البلانر يقول لي على حاجه انا يعني ايه ما اعرفهاش. زي ما في السايت، وما انت كمهندس في السايت تعرف تبيض ولا تعرف تبني؟ انما انت فاهم تبقى كده، المباني تبقى بالشكل ده الستاب كده، دي بتيجي من ايه؟ من خبرتك بقى، وتعلمت مع مين وعرفت ايه. طيب الاكتيفيتي اكزكيوشن بلان، البادجيتد كونتينجنسي اللي هي كونتينجنسي اللي هي الاحتياطيات، يعني اللي انت عامل البادجت بادجت كونتينجنسي اللي هي الاحتياطيات المتوفره او المخططه او يعني ميزانيه الكونتينجنسي. بروجريس انسبكشن، بروجريس انسبكشن نمبر بير مانث، كم واحده في المانث؟ انا رايي الشخصي الحد الادنى ويكلي. انا لازم كل اسبوع اعرف انا ضارب خط كده عند، يعني احنا عارفين طبعا البار شارت او الجان شارت، خط كده في اخر الاسبوع لما احضر الميتنج يوم الاحد، يبقى انا عارف كويس قوي انا حققت قد ايه لغايه يوم الخميس مثلا. لو انا بقفل لغايه الخط بتاعي يوم الخميس، والانسبكشن بتاعي وصل لابروج عمل قد ايه وعمل ايه، مينيمم اربع مرات في الشهر او اربع مرات في كل اسبوع مره. يعني الكواليتي انسبكشن قد ايه في بير مانث، دي مهمه جدا. يعني من الكواليتي انسبكشن ده بتقدر انت تطلع بقى ايه، تشتغل بقى السكس سيجما بتاعك بقى، وتشوف انت انت فين، عملت كام انسبكشن، وكم واحد اتقبل وكم واحد اترفض والى اخره. بيبان بقى انت الايه الديفكس بتاعتك قد ايه. ونخلي بالنا لو حد بيشتغل بالسكس سيجما يعني ايه، معرفش انا كلمت الكلام ده في احنا ادينا لقاء في الكواليتي اللي هو ايه، ليك 3.4 ديفكتس بير مليون، يعني لكل مليون عمليه لك 3.4 ديفكت، عندك 3.4 ديفكتس خطا كل مليون عمليه. فيعني ايه، خلي بالنا يعني الدنيا ما بقتش كده يعني. وكونستراكتابيلتي بروجرام، يعني بروجكتس within بروجرام، يعني نسبه الايه البروجكتس مع البروجرام يعني. طيب المودولاريزيشن، بتقول البادجت مودولاريزيشن اللي هي النمذجه الموديولز يعني خلاص. النمذجه دي يعني ايه، انا كمدير مشروع المفروض ان انا عارف يعني عشان كده بقول لك انا يعني عاشق من غير معرفه، انا عاشق للريفت والبيم من زمان، او كمدير مشروع مش كمحترف، انما المحترفين دول جمال ان شاء الله هنتعلم ان شاء الله يعني ان شاء الله. المهم فايه المودرنايزيشن ده، ان انت متخيل كل حاجه وعارف كل حاجه. انت بتصل النهارده ان انت قبل ما بتحط ايدك على تعمل مسمار، ان انت المبنى بتاعك معمول له انيميشن، وتدخل وتطلع فيه والناس تشوفه كانها شافته خلاص. يعني احنا المشكله القديمه بتاعتنا كانت دايما نقول ايه؟ نقول اكتر واحد ايه الفرق بين المهندس وبين غير المهندس؟ المهندس فاهم مشروعه كويس قوي في دماغه من قبل ما يشتغل. اكتر واحد مش عارف مين؟ الكلاينت. هو انت كلاينت انت قايل له انا هعمل لك كذا وكذا 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 على الورق وبعد كونتراكتس والى اخره. لكن ممكن تفاجئ ان انت لما تخلص اقول لك لا ده انا ما كانش قصدي كده، لا خلاص. انما دلوقتي مع البيم ومع الانيميشن اللي مع
مع البيم مع الموديلنج وما كان ده اخره، خلاص الكلاينت ملوش حجه. ده انا بدخلك المنشا بتاعك او المدينه بتاعك او الزمن بتاعك، بدخلك متر متر او سنتيمتر سنتيمتر، وبتشوف لونه وبتشوف التكشر بتاعه وبتشوف كل حاجه كانك شفته في النهائي. وشطارتي انا بقى ان انا اعمل ايه؟ ان انا انفذه زي ما العميل راضي عليه من الاول. وعلى فكره الكلام ده مش جديد، الكلام ده احنا بننفذه، بس كان اصعب بقى من اللي بيحصل دلوقتي. احنا كانت يعني بنتحاسب بالثانيه، يعني الناس اللي كانت بتعمل انيميشن لبروجكتس كانت بتحاسبك بالثانيه، حسابك كام ثانيه؟ يعني تعمل برزنتيشن مثلا دقيقه ونص او دقيقتين كان نفسك دفع يعني عشرات الالوف. انما دلوقتي بقت الدنيا بقت ايه، مع التطور العلمي مع تطور التكنولوجي الدنيا بقت ايه، اسهل كتير. طيب السيفتي انسبكشن، السيفتي انسبكشن ده يا اخوانا سيفتي فيرست، خلي بالنا. وبرضه في مبدا وانا ايه يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، ده يعني احد الالهامات اللي ربنا يعني انعم علينا بيها، ان السيفتي والكواليتي ما هماش اكسبنس في السايت. ودي دي دي ثقافه للاسف ما هياش شائعه. يعني زي ما احنا عايزين ننشر اداره المشروعات ان جنرال عشان نفرق، عشان نوصل للناس واصله له، ومش صعب. هو كوكب اليابان طبعا بقى كوكب اليابان بقى اللي تفوق عليه كوكب الصين، ما بقاش صعب ان انا اوصل للناس دي ابدا ابدا، الموضوع بقت سهله. بس هنوصلها بايه؟ بالاداره. لان زي ما قلنا المصري او العربي عبقري، وما يخصنا هو الاداره. عشان كده يعني اللي انا بقول لحضراتكم على ايه؟ اللي ربنا الهمني بيه ان الكواليتي والسيفتي ليست اكسبنس، ده مش مصروف على الموقع، ده مش انفاق، ده استثمار في المشروع. لان الكواليتي لما تيجي تتكلم عليها ككواليتي كنترول او كواليتي اشورنس، لو انت ما عملتهاش، بص على النقطه اللي هي دايما في الاداره بنتكلم عليها اللي هي الايه؟ كوست اوف باد كواليتي. الكوست اوف باد كواليتي دي تخيل ان انت تعمل مبنى، مش مبنى اي حاجه اي حاجه، وجت الكواليتي بتاعته بقت وحشه. طب انت لازم تشيل هذا الكلام وتنقله ترميه بره وتجيب خامات ثانيه ومواد ثانيه والكلام ده كله من الاخر. فشو انت بتصرف قد ايه على كوست اوف باد كواليتي؟ فالكوست اوف باد كواليتي ممكن تخلي لك الكوست بتاعك اكتر من الدبل. فالكواليتي ما حدش يعني طبعا هي مش مشكلتنا كمهندسين عاده، هي مشكله مين؟ مشكله الكلاينتس او مشكله اصحاب الشركات او مشكله الناس اللي هي مش عايزه تستوعب ان الكواليتي. وهكذا السيفتي، السيفتي ما حدش يزعل ان السيفتي مانجر لما يبقى فاهم السيفتي دي. لو احنا بنعتقد ان احنا شويه سيفتي هارنس ولا شويه نظارات ولا شويه فيس ولا شويه شو هيلمتس او شويه شوز ان دي مصروفات، دي ولا حاجه. لو انت بتشتغل في مشروع في اويل فيلد هتعرف يعني ايه سيفتي، هتعرف ان انت في السيفتي ممنوع تدخل بالموبايل بتاعك في الاوبريشن ارياز، ولو اتظبطت بالموبايل بتاعك في جيبك ما بتشتغلش بيه، بتتكرش من الشغل فورا لو انت جوه بلانت شغال. وانت الكلام ده كله بكلمكم عن عشره، مش قرايه ولا خبره ولا شفتها من حد، لا كخبره كعيشه. وده انا بقول لكم عليه ان ربنا بايه؟ يعني احنا بنتكلم الكلام اللي هو. ففي السيفتي بقى، والسيفتي احيانا انت لازم مثلا بتبقى في البلانتس دي بتبقى حاطط كمامه معينه، ممكن يكون معاك اسطوانه اكسجين لانك معرض حاجات معينه. يعني الليفل بتاع السيفتي ده مرتبط بايه؟ بالتايب اوف ورك. انا ببني فيلا في الصحراء، السيفتي اللي فيها مش بقول ما فيش، لا فيها، لكن مش زي ان انا بعمل تاور. لو انا بعمل تاور مش زي ما انا بعمل بشتغل في البترول. الليفل اوف كواليتي. عشان كده لما تبقى شركه مقاولات ويتقال لك عايزين كواليتي بلان او سيفتي بلان، ما تتخشش بقى وتروح داون عامل داون لود للسيفتي بلان وداون لود لكواليتي بلان، في كتير جدا 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 جدا، وتروح واخده ومقيفه وبعته. لا، ده التزام عليك وانت بتشتغل مع استشاري صح ومع عميل صح، ده التزام عليك. وممكن يصرفك قد اللي انت بتصرفه ويربطك بحاجات
انت حاجات كثيره جدا. فالسيفتي والكواليتي دول انفستمنت في السايت، حادثه واحده بس تكلفك كامل المشروع كله كله. لو انت بتعمل سقف ووقع مثلا على العمال اللي فيه، على الشرع اللي فيه، ودي حصلت قدام عينينا في دوله من دول الخليج، وكان المقاول عامل الموضوع ده عشان يأذي الاستشاري. حصل قدام عينينا. يعني بيبقى لما يبقى الاستشاري والمقاول في صراع، ده مش لمصلحه المشروع بالمره يعني. او يعني معلش، دي حاجات دي لها ديتيلز ولها قصص، خلينا ايه ما نتكلمش فيها دلوقتي. ما حصلش معايا بيرسونالي، بس انا عشتها شفتها يعني. سيفتي انسبكشن، كام سيفتي انسبكشن بير مانث؟ دي مهمه جدا جدا جدا، ودي برضه بتدخل في الايه، في الستاتستكس بتاعت الاسبوعيه والشهريه. والسيفتي فده لازم كل يوم في مشروعات اللي هي مشروعات الفاليوبل، كل يوم في سيفتي ريبورت كل يوم. خلي بالنا الكلام ده، احنا انا مش بتكلم على كلام خيال، ده كلام اللي احنا عملناه في المشروعات اللي نجحت معانا، سواء في مصر او سواء في الخليج. المشروع اللي بتاع اتعمل ديلي سيفتي انسبكشن، وويكلي ومانثلي، والمانثلي ريبورت او ويكلي ريبورت جزء كبير جدا من السيفتي. يعني السيفتي بتاعتنا مش كله، مش بضرب بقى بقول ده زيرو وده زيرو وده زيرو وده زيرو وخلاص وبضحك على الناس، هذا كلام مش صح. لان انا لو ما اظهرتش الديفكس اللي حصلت معايا، ان مش كل حاجه بسببي خلاص، ان انا اعرف الكوز. احنا شفنا في السلايد الاولاني لازم ابقى صريح مع نفسي، صريح في الاداره بتاعتي، واعرف فين الديفكس بتاعتي عشان اعالجها. وكل ما كانت بسرعه قلنا هتبقى ايه. وشفت من الموضوعات الجميله جدا، وفي بعض الاحيان وشفت الكلام ده بعيني، ان السي مانجر في المكان بياخد فلوس اكتر من البروجكت مانجر. شفتها بعيني، شفتها في مصر، شفتها في الخليج. السيفتي مانجر لما بيبقى يعني مشروع امبورتنت، وطبعا ده السيفتي ده لوحده ده قصص كبيره، اوشا بقى وشهادات وخبرات والى اخره. وعلى فكره اللي بيشتغل في السيفتي مش لازم يبقى مهندس، طبعا مهندس يبقى كويس، لكن وفي ناس مهندسين انا اعرفهم كانوا بيشتغلوا معاك مهندسين هنا في مصر، قابلتهم سيفتي مانجرز في مشاريع كتيره بره. يعني ده لا يعيب، بالعكس ما حدش يبص للسيفتي ان هو بقى اهو واحد ماشي وخلاص عمال بيدي تعليمات، لا، السيفتي اللي فاهم كل حاجه. وفي حاجه اسمها الـ يعني في اللي هو الـ يعني بتاخد الابروفال سيفتي قبل ما يمضي لك مدير المشروع على الورك اوردر بتاعك. لازم بتاع سيفتي يبقى عارف ومأمن، لو عنده أي حاجة لازم يظبطها قبل ما يسمح لك إنك تشتغل. الكنترول سيستم بادجت، التوتال بادجت، برزنتيشن في التوتال بادجت. الكنترول ميتنجز، الكنترول بقى هي زي ما قلنا بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول. الكنترول ده اللي هو الكنترول ميتنج اللي هو اللي أنا براجع فيه ما يحدث في السايت، براجع التوتال بادجت شكله إيه، براجع اللي هم الفور بتاع الكوست كنترول والكواليتي كنترول يعني ده كوست او كوست كواليتي. والكنترول بقى بتاع مثلا السيفتي بتاع الاكويبمنت بتاع الكلام ده كله، وده كل ده بيدخل في الايه ستاتستكس بتاعت الايه بتاعت البروجكت. الكلام ده هو بسيط جدا، وبيبدا من مشروعات صغيره جدا، وهذا الكلام كله بنعمل فيها واحد ممكن يعمل الكلام ده كله، وتدخل في مشروعات كبيره جدا بمليارات تدخل فيها هذا الكلام بعمق بقى بعمق. يعني هنا تعرف يعني ايه، لو انت بتشتغل من الاول خالص في حاجات بتطور وبتكبر، هتلاقي تحس ان لكل نقطه من دول ليها دنيا، ليها دنيا وليها تخصصات وليها عمق. السكيدول ابديتس، ابديتس السكيدول كم مره في الشهر؟ انا رايي ماكسيموم كل اسبوع. البادجت ابديتس ماكسيموم كل اسبوع. اللي يقول لي كل شهر ده انا رافضه تماما. انت مده المشروع كلها ايه؟ سنه ونص؟ سنتين؟ مش هيحصل حاجه. ده كل اسبوع ده هام جدا، وده هيخليك هيشتري دماغك بقى من ان انت تخش في ايه، في سوفيستيكيشن. وزي ما قلنا واعتقد ان الاجايل قايمه على كده، ان انت لما يبقى عندك مشكله وتبان لك
في الايتريشن الاولاني حلها وخلصها قبل ما تخش في الايتريشن الثاني وهكذا. الوركينج ليبر فيا ايه سوبرفيجن ليبر، الريشيو ما بين المراقب والوركينج ليبر، يعني لما في نسبه ما بين يعني المراقب ده له حدود، هل هو سوبرفايزر على 5 ولا على 10 ولا على 50؟ فكل اكتيفيتي او كل فانكشن او كل طبيعه عمل في حد اقصى للسوبرفيجن، يعني مش واحد، يعني مراقب البنايين غير مراقب مثلا المبيضين غير مراقب النقاشين، يعني السوبرفايزر السوبرفيجن بايه يعني له عدد محدد لازم يتعمل صح. مش ده عن مراقب بقى للمشروع ده كله، ما ينفعش يبقى مدروس كويس قوي، لان دي طاقه وانا يعني فدي لازم تبقى ايه برضه محطوطه. يعني واضح ان الامور سهله، يعني مش يعني ما فيش حاجه مش ملموسه، ما فيش حاجه مش يعني بعيده عن التخيل، يعني حتى اللي ما اشتغلش برضه الكلام ده فيري ايزي وفيري يعني من واقع الحياه ومن واقع الشغل. السايت لي اوت بلاننج احنا عملنا، اعتقد السايت لي اوت بلاننج هنا عملناه مش كده؟ احنا عندنا مشروع اللي هو بتاع الكليه في دوله من دول الخليج عملناه، وعملنا السايت لي اوت بلاننج ده، وده من اهم الامور اللي بتتعمل عشان تضمن بقى ان السايت بتاعك بيشتغل بايه؟ بحد اقصى من السيفتي، يعني ما عندكش حاجه تتخبط، ما عندكش حاجه بتاع الناس اللي ماشيه سيف، ويبقى الانتاجيه بتاعتها اعلى من اي ناس مش عايشه سيف. الريسورس يوتيلايزيشن، الريسورس يوتيلايزيشن بتاعت الاونر ريسورسز اللي هي ايه؟ الفور ام ماتيريال، مان باور، ماتيريال، ماشينري، ماني، استخدام الريسورسز دي، يعني انا بستخدم الاتش ار بتاعي ازاي؟ يعني كم ملاحظ عندي؟ كم مهندس؟ ممكن يبقى مدير مناطق، يعني في مشروعات مثلا في السعوديه، في قطر، في عمان، في اي حته من الحاجات دي كلها كان بيبقى عند الواحد مثلا مشروعات كبيره، مشروع مدينه بتتعمل خلاص. فانت عندك ايه؟ مهندس هنا ومهندس هنا ومهندس هنا ومهندس هنا. وانا يعني سعيد ان انا مثلا كنت ببقى مثلا في مطار مثلا في قطر مثلا، الاقي واحد كان شغال معايا في السعوديه وبتعلق في رقبتي يقول لي انا فلان كنت بشتغل معاك في السعوديه في حته فلانيه، كنت لسه مهندس صغير وكده، وبقيت دلوقتي ايه؟ بقيت بلانر بلاننج مانجر، ودلوقتي هو في شركه كبيره جدا جدا، بلاننج مانجر في شركه كبيره جدا، اكبر الشركات اللي في مصر، وبيشتغل لها كل المشروعات اللي هي اللي في الخارج. وده لما بدا معانا في من اجمل الناس اللي بنقابلهم بره، يعني كنا مش مع بعض في دوله اتقابلنا في دوله ثانيه خالص. ريليشن شيب بتوين بارتيز انفولفد ان ذا بروجكت، فاكرين التيم بيلدينج وفاكرين اللي هو الكوميونيكيشن سكيلز، كلمنا كل الكلام ده من اول لاخره عشان نعرف اهميته. العلاقه ما بين البارتيز انفولفد ان ذا بروجكت، ما بين البروجكت مانجر وبين الناس كلها اللي معاه، الناس كلها اللي معاه من اول لاخرها. احسن حاجه عشان تحافظ على هذا الكلام ان يبقى في عدل. يعني انا في بلد من الدوله من الدول، مش في دوله، عموما كانوا يشوفوني على ايه؟ مصري، ويقولوا لي ايه بقى؟ ما انت لما يبقى في مشكله ما بين واحد مصري وما بين واحد مش مصري. لا، اهم حاجه العدل. اوعى تحط في اعتبارك وانت مدير مشروع لا الجنسيه ولا الديانه ولا القرابه ولا اي حاجه. اعمل دورك بعدل، هتلاقي ربنا ميسرك امورك لا من هو لاخرها، لان ربنا خلق الدنيا بعدل وخلق الدنيا بدون ظلم. اني حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم محرمه بينكم فلا تظلموا. اوعى تدخل الظلم في حياتك تحت اي مسمى، اوعى. وده احد اسرار النجاح في الحياه، والنجاح في اداره المشاريع، والنجاح في اداره الدول، والنجاح في اداره اي حاجه. اوعى تدخل الظلم في حياتك ولا في شغلك ولا في السيستم بتاعك، مهما كان اللي قدامك. اوعى تظلم حد على حساب حد، اوعى. وهذا بكرر هذا الكلام، انا مش محمد، احنا ما بنتكلمش بقى، ما بنقولش ما بنتكلمش بقى يعني كلامنا، لا، كلام من الحياه. اوعى
تدخل الظلم. هتلاقي كل الناس اللي اشتغلت معاك من فضل الله سبحانه وتعالى، انا عندي على الواتساب هنا ناس كانت بتشتغل معايا في مصر، ناس كانت بتشتغل معايا في عمان، ناس كانت بتشتغل معايا في قطر، ناس كانت بتشتغل معايا في كله من فضل الله سبحانه وتعالى. اي نعم مش الناس كلها، لكن بتحس ان انت يعني ايه من فضل الله سبحانه وتعالى. وده اللي بيسعدني. خلي بالكم الكونتراكت كونديشنز اللي هي ايه شروط العقد. خلي بالنا برضو احنا اتكلمنا في اسباب تعثر المشاريع. الكونتراكت كونديشن، اي كونتراكت فيه سيطرة او تجاوز او ظلم من الطرف الاول على الطرف الثاني ده مشروع لازم يفشل. لان ايه؟ الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن كاظم لما قال ايه؟ الاستبداد هو اصل كل فساد. برضو اياكم الاستبداد، اياكم ان واحد يعتقد ان هو حي ايه ده، انا اصلا انا اللي مش عارف ايه، او انا اللي لا. اوعوا 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 حد يستبد برايه في حته معينه. في فرق، خلي بالكم، ما بين القرار القصعي وما بين ان احنا بنتناقش في حاجه. لما نتناقش حط في دماغك انك ممكن تسمع من شاب صغير خالص، شاب صغير خالص، ده مش شاب صغير. لو بقول لك انا ممكن ابقى في بيتي صوره معوجه بقالها 30 سنه على الحيطه معوجه، يدخل حفيدي عنده 3 سنين، ايه دي يا جدو؟ دي معوجه يا جدو، وانا بشوفها 30 سنه وعيني ما شافتهاش. انا طبعا ما حصلتش معاه، بس انا بقول لكم على يعني ده ما حدش ما استصغرش اي ملاحظه. لما السواق بتاعك يقول لك يا باشمهندس انت انت النهارده يعني ايه يعني مثلا اتعصبت مثلا زياده عن اللزوم على فلان، ودي مثلا يعني ايه مش حلوه، اقبلها منه وفكر واعرف مش ده السواق ده اللي مش عارف. ابدا ابدا، او ده السائق، لا ابدا ابدا. دير مشروعك بعدل، بحب، بنشر الحب الناس وبعضها. وعلى فكره في نوع من الاداره اسمه الاداره بالحب، ممكن نتكلم عليه. انا يعني ما عمري ما عملت برزنتيشن عليه، لكن دي لان دي لازم تكون موجوده من الاول خالص. الكونتراكت كونديشنز، كونتراكت كونديشن، لا يعتقدن احد ان اي كونتراكت بيتعامل مش متوازن بينجح المشروع. النهارده الناس بتلجا للفيدك ليه؟ لان الفيدك اكتر قانون متعادل متوازن. يعني ايه؟ لا جاي على المقاول، لا جاي على الطرف الاول ولا جاي على الطرف الثاني، خلاص. بس برضه زي ما بنقول المشكله عاده ما بتبقاش في الكونتراكت. يعني ما حدش يقول طبعا احنا يعني لما يبقى مثلا عقد مصري او عقد، مش عايز اقول مصري عشان ما اتهمش في مصر، بس عقد في حته معينه والمهندس اللي بيدير المشروع لقى ان العقد مش متوازن، ما نمسكش بقى في بعض. ده النجاح بقى اللي احنا بننجحه كمديرين مشاريع مع بعض. انا مدير بتاع شركه المقاولات، وفي المدير بتاع الاستشاري، وفي المدير بتاع المالك. احنا الثلاثه نتفق ان تفسير اي بند في العقد غير متوازن ده نعمله لمصلحه مين؟ لمصلحه المشروع. وبرضه نجاح المشروع، انا بكلمكم برضو على 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 حاجات براكتس. المقاول عمره ما يحب ولا يتسبب ان مشروعه يقع ولا يتعطل ولا يتعثر، لان المقاول عايز ايه؟ عايز يخلص مشروعه بسرعه ويكسب ويمشي. اللي بيحصل بقى ان ممكن يجي استشاري، يعني انا مش بتهم الاستشاريين، انا ابو عمر بشتغل استشاري وبشتغل مالك وبشتغل من اولياء، كل انواع الاماكن وبي ام او، واللي اشتغلنا باكس بايدينا يعني. فاللي عايز اقوله ايه؟ ما الاستشاري ما يعتقدش ان هو لما هيظلم المقاول ان هو كده بينجح المشروع او هو طرف المالك، ابدا ابدا. اذا الاستشاري لا ده قاضي في مكانه يظلم ولا على حساب حد، تبقى الامور واضحه. لما انا مالك يطلب مني ايه رايك في الموضوع الفلاني في التصرف اللي انا عملته، ابقى امين معاك استشاري. طبعا هي طريقه الربا دي في الكوميونيكيشن سكيلز، ان انا ما اقولوش ده انت ظالم، ده انت مش عارف. لا، يبقى الموضوع نتكلم بايه؟ في تحليل علمي. ان انت مثلا لو انت مثلا قرصت عليه في الحته دي، او انت جيت عليه في الكلام ده، ممكن هو يحصل منه كذا. يعني الكلام يبقى فيه ايه؟
اسلوب علمي واسلوب في الكوميونيكيشنز. الكوميونيكيشنز مهمه جدا جدا في هذا الكلام. الكونتاكت كونديشنز نخلي بالنا ان حتى لو كان العقد غير متوازن، احنا اشتغلنا في عقود غير متوازنه، نخلي بالك اشتغلنا فيها، بس كان بفضل الله سبحانه وتعالى كان بيبقى المالك فاهم والكونسلتنت فاهم، فاهمين يعني ايه اداره، وفاهمين احنا عايزين نوصل لايه، وعندنا لنا هدف ان احنا ننجح. فالقانون عاده يعني يعني دي برضو دي مشكله عامه، ومش في الكونستراكشن بس او مش في هنا بس، في الاداره عموما. انا القانون مش شرط يعني القانون، ما هو القانون المفروض يطلع لمصلحه مين؟ لمصلحه النتيجه، النتيجه المطلوبه كويسه. انما للاسف الناس بتروح بتطبقها في مصلحه ايه؟ بيبقى بيتهيأ لها ان ده في مصلحه الطرف المالك. لا، الظلم ليس في مصلحه احد. فالكونتراكت كونديشن لازم تبقى واضحه ومعروفه، وحتى وان جاءت بعقد غير متوازن لازم احنا كمهندسين بنشتغل لازم نصلح هذا الكلام مع بعض. يا ده احنا طولنا قوي في الكلام ده، انتوا بتفتحوا نفسي يا اخوانا، بتفتحوا حاجات يعني الحقيقه يعني مش بتخلي ان انا يعني تتفتح معايا، بس هو يلا يلا. sufficiency and clarity of specifications يعني ايه؟ sufficiency يعني كافيه، ووضوح بتاع المواصفات لازم تبقى واضحه وكافيه. انا ما اسيبش حاجه يعني للافتراضات او اللي يحصل فيها فاريشن، لا، يبقى نحط المواصفات كاستشاري او من الاول خالص، فيبقى ايه؟ عارف كويس قوي بيعمل sufficient accuracy and adequacy of drawings، ودي منتهى الخطوره برضو. عشان كده اول حاجه بيعملها المقاول ان هو يراجع الدرونز دي كلها لاخرها. وانا لما بشتغل في شركات مرات الحقيقه يعني انا مش بقول الكلام ده يعني بشكر في نفسي ولا بتاع، الرسومات والبي او كيو والمواصفات قبل ما بحط اسعاري لازم بقعد احصلها صح وادرسها صح واعمل الكلام ده من اول وغير صح. الحاجات ده برضه دي حركه لقمه برضه يعني، عشان برضه بقول لكم دي ودي يعني. انا كمقاول لو انا شايف ان في حاجه بس مش مضره، حاجه هتكسبني يعني، انا مثلا لقيت بند ودي معروفه ومشهوره في وسط المقاولين، انا مش بخترع حاجه، بند المحطوط فيه كميه صغيره وهو هيطلع كميه كبيره جدا في الطبيعه، احط السعر بتاعه عالي لان انا عارف كويس قوي ان ده مش هياثر على الـ على الـ على الـ على اللي عشان كده لازم احسب كميات وانا بدرس المشروع. وصلت النقطه؟ اكيد ناس اشتغلت عارفاها، اذا كنت استشاري او اذا كنت مقاول او اذا كنت كلاينت يعني. فاخد بالي من كده، لان عشان كده الديزاين والدراسات الاولانيه مهمه جدا 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 بالنسبه للمشروع. فيرنس اوف بروجكت برايس. الكلام ده الحقيقه يعني انا بذكر احنا في بدايه حياتنا زمان خالص وموجود عندي الكلام ده ايام ما كانت الخرسانه بالمسلحه ب 15 جنيه المتر في الاساسات يعني، كانت الاسمنت ب 7 جنيه و5 جنيه ونص حاجات كده يعني. ده من زمان، مش العصر الايوبي، لا هنا يعني في عصر السادات يعني. فالمهم الفيرنس اوف بروجكت برايس، ما يجينيش واحد مقاول ويحط لي مثلا اسعار واطيه جدا واقل من الناس كلها ب 20% او 30% واخده. ابدا ابدا. احنا عندنا حاجتين يعني عاده، دي نقطه برضو من النقط الناس اللي هي بتدرس العطاءات عشان تاخد قرار فيها. هتلاقي دايما الكيرف جاي كده، وفي بوينت هنا واحد نازل واطي قوي، وبعدين في شويه هنا مع بعض حته واحده، وواحد عالي قوي. العالي قوي ده ما ينفعش، والواطي قوي ده ما ينفعش، ده من الاول خالص بروح ايه جايبه على جنب. والحقيقه النقطة الثانية، أنا لما بدخل مشروع وأنا مقاول من حقي، ودي معرفش دي برضو ما يعني ما بتحصلش كتير دلوقتي، إن أنا بعمل إيه؟ إن أنا باخد بند بند وبند بند بتاع الناس اللي موجودين، دي اللي هي الفيرنس بقى في ترسية العطاءات، إن أنا العطاءات كلها قدامي وقدام الناس كلها على خيرها. عندي 20 مقاول، أنا بقى عندي كشوفات، ولو عايزين أبقى أعملها أوريها لكم. مش فاكر الكلام ده من زمان، بقول لكم انا خسرت كام 90 جنيه، عندي اسعار السوق كلها قدامي، وبتبقى داتا بيز ليا لما اجي انزل في مشروع جديد. ما هي دي الخبرات بقى اللي هي يعني ايه اللي بتعدي علينا في حياتنا. خلاص؟ الكونتراكتنج تايب، نوع شركه المقاولات، انا بقى
مقاولات عامه، مقاولات كهرباء، مقاولات ميكانيكا، مقاولات ايه او مقاولات اي حاجه تانية، توريدات ممكن يعني. يعني اي مشروع له تايب كونتراكتور، يعني السبلايرز دول كونتراكتورز، المانجمنت او سب كونتراكتورز، اداره الايه مقاولين الباطن ده مهم جدا برضه. هدخل مين قبل مين بكميه قد ايه بكام قد ايه، لازم انا ابقى عارف ودارس كويس قوي في الـ في البلاننج، واللي هو الريسورسز المطلوبه بيجي لي من اول نجاره على مثلا مساحه معينه او شغل معين، لازم من الاول خالص انا كمهندس كونستراكشن والبلان بيتعمل ابقى عارف ان السقف ده مثلا في 500 متر مكعب، 500 متر مكعب انتاجيه مثلا النجار والمساعد بتاعه كذا في اليوم، يبقى انا عشان اخلص دول مثلا في اسبوع محتاج كذا، حسبه يعني زائد وناقص وعلى يعني لا تخرج عن اللوجيك بزائد وناقص ومالتيبليكيشن وديفيجن مش اكتر من كده. فانا بقف سب كونتراكتورز يبقى كل واحد عارف عندي كميه بياض مثلا قد كذا، انا عارف الانتاجيه بتاعت مثلا العامل كام او العامل المستهلك قد كذا، بحدد العماله المطلوبه، ولما اتفق مع سب كونتراكتور اتفق معاه عليها، ما سيبوش بقى واقول ده بقى هو يتصرف هو يعمل، لا لازم لو انا عامل المشروع صح ومخططه صح لازم هذا الكلام يبقى مظبوط والبلان يبقى مظبوط. طيب مارجن اوف ماتيريال سبلاير، السبلاينج الماتيريال سبلايد، ما ادينيش مثلا انا عاوز مثلا 500 طن اسمنت اجيبهم مثلا في اول مشروع بسيبهم هم هيبوظوا، الماتيريال سبلاير بيبقى يعني ايه ماشي مع ال البروجرس بتاع البروجكت. يعني الاونر اند كونتراكتور ستاف، فدي مهمه، الاونر ستاف لازم يبقى ايه علاقه حب وود ورغبه ان احنا نوصل للنتيجه، احنا مش اطراف ضد بعض، خلي بالنا. ودي النقطه اللي هي برضو عايزين نستوعبها، انا لما باخد شغل من مالك ده مش طرف وانا طرف، ده احنا الاثنين طرفين، المفروض ان بيديرنا يا المالك بيديرنا يا المالك، لو ما عندوش الكمبيوترز بتاعت المانجمنت بيجيب بي ام او مكتب اداره المشروعات، ما هو من هنا ظهرت مكتب اداره المشروعات، ياخد المشروع تقعد نسبه كويسه مثلا عشان تدير المشروع عشان ينجح صح، لو الاونر ما هواش ما عندوش خبره في اداره المشروعات. فالعلاقه ما بين الاونر والبي ام او والكونتراكتور والكونسلتنت والسبلاير دي مش علاقه اطراف ضد بعضها، لا ده كل ده اسمه تيم فوق تيم الفيرست ليفل تيم، وده باداره مين؟ باداره الاونر او البي ام او، ومحدش حاجه اسمها اعلى من حد، لا اللاين اوف باور لازم يبقى ماشي صح من فوق لتحت، لازم الكلاينت يبقى اقوى من البي ام او، البي ام او اقوى من الكونسلتنتس ومن الكونتراكتورز، والكونسلتنتس يبقى اقوى من الكونتراكتور. للاسف اللي بنلاحظه في مشروعات كتير، وعشان كده برضه المشروعات ما بتنجحش في الحاله دي، ان انا الكونسلتنت يسترخص، يقول لك ده انا بجيب مهندس مثلا انا شفتها بعيني، قريب راجل مهندس استشاري واخد شغل تشطيبات وصيانه في فنادق، وجاي مهندس مدني ما عندوش خبره سنه جابه من الكليه عشان يشتغل هذا الشغل، فكانت معاناه بدون ذكر اسماء وبدون ذكر حد، احنا مش بنتكلم عن حد، احنا بنقول ان الايه ان كل واحد لازم يجيب ستاف يقدر يخدمه. وفي نفس الوقت في مهندس كان اعجز مني كان ماشي ده يعني ايه، ومهندس تاني عادل جدا 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 وبيخاف ربنا وما ما بينطقش كلمه يظلم بيها حد، ودي اهم حاجه زي ما قلنا لا تظلم، حط دي في حياتك، سواء كنت مالك سواء كنت استشاري سواء كنت مقاول سواء كنت مقاول باطن، لا تظلم، لا تظلم مقاول ولا تظلم استشاري ولا تظلم عامل لما تبقى مقاول مقاول باطن، ولا تظلم عامل وانت مقاول باطن، ابعد الظلم عن شغل عن شغلك، انشر الحب والتعاون على النجاح والوصول للاهداف في شغلك، مشروعك هينجح. انما لو انت فضلت تبص مش انت يعني احنا كبشر، لا احنا كنظام الملك فؤادي
والاستشاري في وادي والمقاول في وادي والمقاول باطن في وادي واستقبال في وادي تاني، قطع المشروع ده محكوم عليه بايه؟ بالفيلير. خلي بالك. طيب الماتيريال ريكويرمنت بلاننج اللي هو اللي هي الماتيريال دي واحده، الاونر والكونتراكتور ستاف اللي هنطينا هنحط حاجات ايه؟ ماتيريال ستورج اند هاندلنج. خلي بالنا كل ماتيريال لها ستورج معين. وبعدين هقول لكم على حاجه برضو ما هيش سر، انت وانت مدير المشروع في المقاولات من اهم الناس اللي عندك مدير المخزن بتاعك. انت كل يوم الصبح، كل يوم الصبح يبقى عندك سطر فيه كل الرصيد بتاع كل الخامات اللي عندك كلها، اسمنت، حديد، خشب، دهانات، هواء عازله، كل حاجه، سطر واحد كل يوم. وده طبعا الكلام ده كان الكلام ده على فكره كنا بنعمله من قبل الكمبيوتر بتنتشر قوي كده، لكن النهارده بقى ابسط. يعني في الاي ار بي سيستمز عندك الموديول بتاع المخازن فيه هذا الكلام. من غير الاي ار بي سيستم انت باكسل شيت انت كل يوم عندك خانه فوق فيها الرصيد اللي عندك، وكل ما ما بتخصم حاجه اوتوماتيك يطلع لك الرصيد في الاخر السطر اللي هو بتاع المخازن. فانت دي يعني الستورج اهم جدا، اهم جدا تحط الستورج في ماتيريالز ما تستحملش تقعد في برد، تحطها في التجهيز. في ماتيريالز معرضه للفاير، بويات او كيميكالز او حاجات من اخرها. في ماتيريالز بتبوظ من الركنه، فالحاجات دي كلها لازم ايه اللي هو امين المخزن اللي انت بتعتقد هو ده امين المخزن من اخطر الناس في الموقع. والماتيريال هاندلنج، في حاجات في الهاندلنج لازم تبقى تتعامل بمنتهى الحرص. نخلي بالنا يعني كل واحد لازم يبقى محترف. وخلي بالك برضه، ما واحد هيطلع يقول لي ايه، انا عندي فيلا يا باشمهندس هطبق فيها الكلام ده كله. انت بتطبق الكلام ده كله مش بمزاجك بس، واحد بس ممكن عارف الكلام ده كله بسكيل صغير. لما كل مشروع ما كبر معاك لازم يبقى معاك متخصص، وما استخسرش في المتخصص لان هو بيكسبك حاجات كثيره جدا وما بيضيعلكش حاجه. بتيجي في الاخر مش هبوز منك ماتيريال لو انت ماسك مخازن، مش هيهدر معاك حديد زي مثلا يعني باي شكل من الاشكال يعني. فدي تبع الايه؟ تبع الماتيريال ريكويرمنت بلاننج. ده ايه؟ ده برضو اللي هو البلاننج، التخطيط بتاع طلبات الماتيريال بتاعتي دي مطلوبه مني في بعض اكتيفيتي معينه. بعمل نجاره، بعمل حداده، بعمل صب، بعمل حداده، بعمل يبقى انا ايه؟ كل حاجه تيجي جاست ان تايم. يعني مش كل ما عملت حاجه اسمها جاست ان تايم ان انا الماتيريال بتاعتي تيجي على الشغل يبقى كويس، بس ما تبقاش حاجه كريتيكال، يبقى عندي ارصده معينه. ودي دراسه جميله برضو بالنسبه للمخازن اذا في وقت في الاخر نبقى نتكلم عليها، لكن هي مش سبجكت من السبجكت بتاعنا، بس يمكن ايه نشير لها برضو بريفلي او سريعا في الحلقات اللي هي 60 ساعه الثانيه. انتجريشن بين كنترول سيستمز، لازم الكنترول سيستمز كواليتي كنترول والكوست كنترول مينيمم يعني مرتبطين ببعض. كواليتي كنترول والكوست كنترول، كل انواع الكنترولز اون سايت يعني لازم تبقى يعني ايه يعني كل انواع الكنترول بتبقى ايه انتجريشن بينها وبين بعض. الانفورميشن سيستم ده من اخطر الامور الموجوده دلوقتي. الموقع اي بروجكت النهارده لازم فيه واحد اي تي معلم 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 هاردوير وسوفت وير. لان انت اي النهارده اي واحد النهارده حتى مهندس سايت عنده الكمبيوتر بتاعه واللابتوب بتاعه شغال في الموقع وبيطلع بيجي الداتا ويودي داتا ويبعت داتا وبيعمل ريفرنس كام كل اخره، ممكن يقع في مشاكل تقابله في الـ في الـ في الـ في البروجكت. يسال مين؟ سواء الكمبيوتر بتاعه في حاجه في الهاردوير او في السوفت وير، لازم يبقى معاه انفورميشن سيستم. والكلام ده الحقيقه ربنا برضو الهمني بيه في اوائل الالفينات. انا ما خدتش سيرتيفيكيشن بتاع الاي بي ام اي وبدات ادرس بروجكت مانجر بقى باحتراف يعني فلوس وبنقبض وبنشتغل وبنعمل كتريننج يعني في مدير المشاريع. قلت لهم في اوائل المحاضرات خلي بالكم ده في ال 2000 2001 الانفورميشن سيستم او المانجمنت انفورميشن سيستم ده هيبقى من اخطر الموضوعات اللي في الاداره عموما. يعني لو كنا بنقول الفور ريسورسز دلوقتي، فور ريسورسز دي لازم عليها ايه؟ لازم الاي تي يدخل انفورميشن تكنولوجي من ضمن المين ريسورسز. اللي ما عندوش الاي تي كويس مشروع ممكن يقع من اوله لاخره.
يعني برضو احنا اعتقد احنا قلنا الكلام ده في الاول، ان انت عشان تخطو المشروع شويه الدراسات الاولانيه خالص لازم تبقى عاملها كويس، التايم شير بتاعك والبروجكتس ازاي واتعمل ازاي والاكسبكتيشن بتاعه ايه، ومن ضمنها هيبقى في كل حاجه، في كل حاجه، في كل حاجه. الانفورميشن تكنولوجي النهارده داخله في كل حاجه. بعدين sufficient finance اللي هو يبقى عندي ايه؟ sufficient finance. خلي بالك مش ان انا مثلا عندي مشروع مثلا ب 100 مليون يبقى انا عندي 100 مليون، لا، ابقى دارس الكاش ان كاش اوت، دارسها كويس، عارف كويس قوي. ودي برضه لها سيستم برضه في شركات المقاولين، انت شركه كبيره، لو انت شركه صغيره او واحد مشروع صغير لازم تبقى عارف كويس قوي الكاش ان كاش اوت بتاعك، الاكسبكتيشن بتاعه حاسبه من الاول خالص. لان انت لو انت بتاخد مشروع انت عندك الشهرين الاولانيين ما بيدخلكش مالين في النورمال كيس، شهر بيبقى بتاع الموبيلايزيشن الموقع وكان من الاخره، تحضر المقامات بتاعك، تحضر مقاولينك، وتحضر المانشيه كان من الاخره، والشهر الثاني اللي بتنتج فيه. فالشهر الثاني اللي بتنتج فيه بتبتدي ايه؟ تقدم مستخلص. يبقى انت بتاخد شهر بقى عشان تاخد، يبقى انت عندك ثلاث شهور في الاول خالص انت بتصرف ان فول من جيبك خلاص. فانت بتعمل كاش ان وكاش اوت، ودي برضه ممكن تبقى تتعمل از اكزامبل، نبقى نعملها لكم برضه، احنا موجود عندنا انا اوريدي على حطها برزنتيشن اوريكم اتعمل ازاي، وهيبقى عندك فرق. اكبر فرق ما بين الكاش ان والكاش اوت هو ده اللي بيمثل راس المال المطلوب، لازم يبقى متوفر معاك، وهو ما هوش نسبه كبيره، لان انت ممكن تبقى في حاجه، انت ممكن عندك دفعه مقدمه بتوصل ل 20%، لو انت مقاول شاطر وعايز تنجح ال 20% دي ما تورقش ولا تحط ان هي هتكفيك، لا، ممكن تبقى واقعه. انت ممكن انت تاخد 20% دي تعتقد ان هي فلوسك تشتري بيها عربيه بقى، تتجوز بيها، تشتري بيها ارض ثانيه، تسقع مش عارف ايه، وتقول ده انا هاخد ده بالصعيد ده الضيق ده، يبقى انت مشروعاتك كلها هتقع. انما كل مشروع لازم بيبقى له ايه؟ نخلي بالنا. احنا كنا بنتكلم على هو ده قبل كده مش كده؟ سوري 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 سوري، انا اسف جدا اسف جدا اسف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا عايز اللي تحت مش اللي فوق دي. مش رايح مش رايح عليه سوري يعني. احنا شفنا اللي قبل كده ولا ما شفناش؟ معلش خلاص. انا قلت الفيزيبيليتي ستادي، احنا وصلنا لرقم كام؟ انا عندي الكلام ده هنا. السفيشنت فاينانس اللي كنا بنتكلم عليها النقطه 44 اللي فاتت، لازم ابقى عندي الفاينانس بتاعتي كام قوي دارسها صح، عشان يعني ايه؟ لا ازود فيها ولا انقص منها، ولا اجي نص المشروع اقف على المبلغ هايل. يعني انا في مشروع مثلا لسه قريب، يعني واحد صديق واخ حبيب ليا مقاول كبير ومخلص شغل المشروع ب 30 مليون، وعايز حد، يعني فاضل شغل ب 3 مليون وعايز حد ايه يزق معاه فيهم. انا طبعا ده حبيبي، يعني ما اقدرش اقول له حاجه. يعني اما ابقى في اخر المشروع واعمل شغل ب 30 مليون وادور على 3 مليون، معنى كده ان انا مشروع ايه؟ ما كانش. يعني هو حبيبي جدا ومن اطيب الناس اللي قابلتها في حياتي، فيعني ايه، يعني لازم ابقى ما يعني مقدر تماما يعني الموضوع ده. يعني لازم 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 تعمل حساب، ما فيش مقاول يدخل بصدره بالوسع في مشروعات كبيره ما يقدرش عليها غير مدروسه علميه، ويقول ده انا جدع قوي وانا نفذت قبل كده، بشتغل بقالي 20 سنه و30 سنه و40 سنه، مفيش حاجه اسمها كده. لازم كل مشروع لازم يندرس، والا يعني ايه بيحصل ما لا يحمد عقباه. طيب فيزيبيليتي ستادي، خلي بالكم دي مش فيزيبيليتي، دي فيزيبيليتي، دي رؤيه، دي الرؤيه بتاعت المشروع. انا رؤيتي للمشروع ايه؟ وانا شايفه ازاي؟ هيكسبني ايه؟ وهعمل من وراه ايه؟ وكلام من الاخر. وانا ممكن اصلا اكون واخد المشروع مش علشان اكسب فلوس، لا، عشان اكسب كلاينت واكسب مجال جديد. دي برضه يعني في ناس تدخل في مبتاع، انا مش عايز اكسب المشروع ده غير حاجه واحده بس، اطلع مغطي مصاريفي، مغطي ضرايبي، مغطي كل كلام من اول اخره، وفتحت مجال جديد في الصيانه مثلا، او في الطرق، او في اي مجال، وابتدي اخش في المجال ده. فدي الفيزيبيليتي، فيزيبيليتي مش فيزيبيليتي. الفيزيبيليتي الثانيه اللي هي في الاول خالص، اللي هي الايه؟ فيزيبل، اللي هي دراسه الجد، دراسه الجد الاولانيه. الكونتاكت ادمنستريشن، يا سلام. الكونتاكت ادمنستريشن دي برضو دي اللي هي ايه؟ اللي هي اداره المشروع، مش البروجكت مانجر بقى اللي فوق، اداره الادمنستريشن، شؤون اداريه، شؤون اداريه بتاعت المشروع.
ما بين الاتش ار بقى، ما بين راجعة العمالة كل يوم، ما بين خصوصا المشروعات الكبيرة. يعني احنا مثلا في الخليج كنت ممكن تشتغل شركة مقاولات فيها مثلا 30,000 واحد، كنت ماسك مدير مشروع خلاص، اقول 3 4,000 واحد، 3 4,000 واحد دول قاعدين في كامب، انا بتكلم على الايام ما كان الكلام ده في من بين 2004 و2015 16 خلاص. فانت كان يعني لما تاخد مشروع مثلا في دوله زي الامارات او زي قطر او الى اخره، من ضمن البوزيتيف بوينتس بتاعتك انت عندك كم عامل على كفالتك، فانت بيبقى عندك عمال كتير جدا وبايتين عندك، وكل يوم الصبح بتيجي عربيات توديهم فين؟ الموقع العمل. فانت من موقع العمل لغايه من السكن لموقع العمل ده ممكن ناس تنزل في السكه وتزوغ، فانت لازم تعمل كنترول، تعرف كويس قوي ازاي ايه هتكونتراكت. كونتراكت ادمنستريشن هام جدا 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 جدا، هام من جميع نواحي. وبرضه في ناس ما بتمسك شؤون اداريه وللاسف بيبقى عندها برضه ما عندهاش بعد نظر، بتظلم العامل او بتظلم الموظف فاكرا ده لمصلحه صاحب العمل. هذا الكلام مش مظبوط، دخلت ظلم، مشروعك هينجح او شركتك هتنفع او اي حاجه هتنفع. الكونتاكت ادمنستريشن احد الحاجات اللي ممكن ترفع الشركه كويس عالي قوي وتنزل الشركه واطي قوي، اهم من التكنيكال. التكنيكال انا ممكن اجيب مهندس لفتره لمده معينه، لو عندي مشكله مثلا في حته معينه تكنيكال اجيب مهندس اديله ان شاء الله 100,000 جنيه في الشهر وخلص الموضوع في شهر وبتاع ويمشي يتوكل على الله. انما الادمنستريشن لما بيبقى في ظلم او في بيظلم ناس او الى اخره وينشر يعني سبب من اسباب وقوع وفشل المشروع. الريسك اناليسيس، الريسك اناليسيس يعني احنا مثلا من 15 20 سنه ما كانش ريسك مانجمنت ماشي زي دلوقتي. دلوقتي ريسك مانجمنت بقى يعني اوبليجيشن دلوقتي. ريسك اناليسيس مهم جدا بس لازم يتبنى صح ويندرس صح. ناس كتير للاسف بتعمله بطريقه يعني ايه، انا بقول لهم انتوا خلينا مش بتعملوا ريسك اناليسيس، انتوا بتعملوا ريسك اوف باد مانجمنت. لو ريسك اوف باد مانجمنت يبقى انت من الاصل انت ما بتديرش مشروع. لو اداره المشروع عملت لو لا مش اسمها كده. الريسك اناليسيس ده مرتبط بحاجات كثيره جدا، مرتبط بالانفايرمنت، مرتبط بالاوبريشنز، طبعا حاجات كده ده يبان بقى في الكي بي ايز بتاعت الكونستراكشن، وده موضوع ثاني كبير ربنا قدرنا ونقدر احنا ايه نعرضه عليكم. يعني الفاليو انجينيرنج ابلكيشن ده برضه من الموضوعات يعني هي هي هي, هي مش جديده قوي على المنطقه. في برضه نذكره بالخير الدكتور عبد العزيز العطيشان من السعوديه، وفي الدكتور خالد عبيد يعني نذكرهم دول يعني ايه من كبار الناس اللي هم اشتغلوا في الفاليو انجينيرنج. يعني عبد العزيز العطيشان ربنا يديله الصحه ان شاء الله يكون لسه عايش، يعني الله 4 5 سنين تبقى عارفه كويس. هو اللي نزل من السعوديه، هو دخل الفاليو انجينيرنج في الوقت. الفاليو انجينيرنج بقى يعني ايه حاجه من الحاجات الهامه جدا واثبتر ان هو يتعمل من بدري من بدري. حتى كنت بختلف معاه اول ما اعرف الفاليو انجينيرنج، كان دايما يقول لك لا احنا نعمله بعد الديزاين عشان يبان لنا الفاليوز ويبان لنا الكلام ده كله احنا هنشتغل عليه. الستبس بتاع الفاليو انجينيرنج بسيطه جدا، بس عايز ابقى خبره وعايز شغل وعايز واحد فاهم. ما هياش مش كده، وله ريفرنسز وله بيزز وله فاونديشن كل حاجه. ممكن برضه نتكلم عليه برضه ان بريف من وجهه نظر ايه؟ وده البروجكت مانجمنت، هذا نعرف الستبس بتاعته لان اشتغلنا فيه بايدينا، كنا ممبرز مع ناس مختلفه وناس كده. ممكن برضه نقول لكم هذا الكلام برضه. ده تعتمد بقى ان احنا يعني ايه ان شاء الله هنوصل لاي درجه. لان برضه انا في دماغي ان انا من ضمن الميتنجز دي او اللقاءات الجميله دي ان انا اوصل لان حاجتين. لو انت جالك بروجكت تاخده من اول لاخره ازاي؟ مش موديل كامل بس ايه اول ستيب ايه تاني ستيب ايه مع الكلام كله اللي اخدناه دورينج احنا دلوقتي احنا يعني المره الجايه ان شاء الله 60 ساعه احنا وصلنا ل 50% تقريبا من المطلوب. يعني هو يعني حاليا الموضوعات دي كلها مدتها ساعه. انا احنا ايامنا احنا ما كنا
شايف فيها كونسيستنسي، بس انا رايي ان الميه ما تكفيش. وان شاء الله مع بعضنا، مع بعضنا بعد اذن الاستاذ عمر بقى، هو يعني ايه يعني انا متاكد ان هو مش حقيقي، ان هو هيتحمس، هو دايما بيتحمس للحاجات اللي الافكار اللي هي الايه الشبابيه بتاعتنا يعني. المهم الريسك اناليسيس الفاليو انجينيرنج، الفاليو انجينيرنج دي خلي بالنا دي مش كاتنج للكاست، دي اوبتمايزيشن، ان انا ادي نفس الفانكشن لاي مبنى او لاي مشروع. طيب اليوتيلز اوف ذا بروجكت اللي هي خدمات المشروع، ريكوردنج اند دوكيومنتيشن دي من اهم الامور برضو، وعندنا برضو الدوكيومنت مانجمنت ده برضو ده برزنتيشن، برزنتيشن طويل هنسيبه شويه لان هو ايه حي 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 مهم جدا، لان البروجكتس بتخلص واطراف المشروع ممكن يحصل ما بينها كليمز او بيحصل منها كورت كيسز يعني قضايا او الى اخره، وما بيبقاش قدام المحكمين او قدام القضاء الا ايه دوكيومنتيشن. فاللي عنده دوكيومنتيشن صح هو اللي ايه اللي بيكسب يا اما الاربيتريشن او او الكورت كيس. اوه طيب احنا كده ايه خلصنا ال 50 نقطه، واللي يلاقي اكتر من كده ارجوه يبعت لي، انا ايميلي موجود وتليفوني موجود كل حاجه موجوده، يبعت لي وعشان ازودهم. يبقى انا لقاءاتي الجايه استفدت من وجود حضراتكم معانا، الناس الجميله اللي هي حضرت معايا. السيفن فيزز ان وات شود بي ا كونتينوس بروسيس دي سهله، عندنا بلاننج يعني في اول مشروع، فاكرين السيفن فيزز الاولانيه خالص دي مختلفه شويه، هي مختصره حاجات يعني دي ما فيهاش بي فيزيبيليتي وفيزيبيليتي، لا دي بلاننج على طول يعني في بلاننج، وبعدين في الديزاين اللي هو التصميم ده التخطيط، بعدين التصميم، وبعدين البروكيورمنت اللي هو التعاقدات، وبعدين الكونستراكشن اللي هي التنفيذ. كل الكلام ده كله ده يمشي في اي في اي في اي مشروع خلي بالنا، يعني من مشاريع الاي تي لغايه مشاريع الفضاء. الكونستراكشن دي يعني اصل معانا كلمه كونستراكشن مش معناها ان انا بكونستراكت معين اي تي اسمه كونستراكشن او بيلدينج بتاع السيستم اللي انا عايز اطلعه. الاوبريشن بعد كده بقى اوبريشن بيتحول بقى من بروجكت لاوبريشن، اما بدات الاوبريشن بتخش على المينتنس، ده اللايف تايم بتاع ايه بتاع البرودكت بتاعنا. يعني عند الكونستراكشن ده بسلمه الاوبريشن، يبقى انا ايه انا اخلص البروجكت معايا، بيتعمل له مينتنس بعد كده، وبعدين ريوز اوف ديسبوزل اللي هو لما بيبقى ايه جوه يعني مثلا لو انا لو الاوتبوت بتاعي مصنع او الاوت بتاعي مستشفى او الاوت بتاعي بقى تبقى في ايه لو في ديسبوزر او حاجه بعمل ريوز للايه ده كونتينوس بروسيس خلي بالك، ده كونتينوس بروسيس مش لايف تايم. طيب فور سكسس فيلر كرايتيريا الاول بارتيز الاونر والديزاينرز والكونتراكتورز هدفهم ايه؟ هاف ذير اون بروجكت اوبجيكتيفز اند كرايتيريا فور ميجرينج سكسس، كل واحد بيقيس السكسس بتاعته من وجهه نظره، بس الكومن بقى الكومن السكسس بتاعهم بيبقى ايه؟ being on time ابقى في نفس الوقت، being on budget، being on the required quality، satisfying the project goals، بحدد اهداف بقى ان انا حققت اهداف المشروع، عملت الكواليتي بتاعتي صح، عملت البادجت بتاعي صح، عملت التايم بتاعي صح، اللي هم ايه؟ الاهداف الاصليه للمشروع اللي هو ايه؟ cost وtime وquality والايه؟ والcustom satisfaction اللي هي الايه؟ project goals. طيب بينج هو احنا فاضل لنا كتير، بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا فاضل لنا احنا في نص المشوار يعني تقريبا احنا في نص المشوار، لكن هنجري يعني احنا كنت والله انا كنت عامل حسابي على ساعه ونص ماكسيموم، ونحن هنجري بس انتوا بتفتحوا نفسنا والله. في each every part is reason to be on time. Three major types can classify time overrun. انا مش عارف باشمهندس احمد اللي معانا، انا عايزك بس ايه تسال لي الناس برضو، لان انا شايف بدات الناس ايه تمشي. احنا ممكن نقف هنا يعني if it's enough for رمضان time، يعني لو الكلام ده صنف للناس اللي صايمه بقى والناس اللي هي عايزه تعمل حاجه تانية، لو نعمل بس ايه استفسار كده لو عايزين نكمل وماشي نكمل معاهم.
لو سمعنا البشمهندس احمد او البشمهندس محمود مين اللي موجود في الـ في ماسك المانجمنت بتاع الايفنت ده. باشمهندس ايوه يا دكتور. طيب يا جماعه لو عايزين، باشمهندس احمد، ايوه انا معاك يا دكتور، ايوه يا باشمهندس احمد، احنا عايز هنخلي الناس تبعت في الشات لو هنكمل النهارده او نكمل المره الجايه. احنا دلوقتي في نص المحاضره. انا والله انا كنت عامل حسابي على ساعه ونص بس، يعني ايه، مش للاسف يعني، هو ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه اللي بيريد خير، ان بيتفتح مقالات، بتيجي حاجات اكزامبلز، بيبقى في حاجات كيسز قابلتني، فببقى ايه يعني وانا بجهز لوحدي ما ببقاش متحمس كده، ما ببقاش عندي بقول ان انا هقول النقط وخلاص. فانتوا بتفتحوا نفسنا بتواجدكم الجميل معانا، يعني هي مش يعني انا بعتبرهاش غلطه، يعني هي يعني ثيوريتيكال وايز بالنسبه للبرزنتيشن غلطه، انما يعني انا بالنسبه لي يعني ببقى متحمس ان انا ايه انقل لزمايلنا وابنائنا واخواتنا واحفادنا اللي موجودين ذا ماكسيمم ذا ماكسيمم. فاحنا بقى لنا دلوقتي قد ايه؟ بقى لنا بين ساعتين دلوقتي، ساعتين الا ربع مش كده؟ اوه بقى لنا ساعتين ميرلي، أو تقريبا ساعتين. فشوف كده اسال لي اذا ممكن احنا عايزين نخلي النص الثاني اللي جاي، لان اعتقد زي ما انا ما عنديش مشكله على فكره، عشان بس لو انا يعني لو هتاخد صوت من عندي انا ما عنديش مشكله، لكن الناس بقى هل عندها استعداد مثلا، لان احنا اعتقد ممكن نحتاج ساعه ساعه وشويه زياده. فشوف اسالني هو الناس على الشات يا دكتور كاتبين عايزين يأجلوها المرة اللي جاية بحيث يستوعبوا أكتر ويكونوا إيه، يعني الذهن يكون صافي شوية. ممتاز ممتاز، انا سعيد بالكلام ده، ومش عايز اقول انا اسف، لان يعني فرق كبير اصل انت، يعني انا مش بتكلم كلام، يعني الحقيقه احنا عارفين، انتوا عارفين احنا مع بعض، لو احنا كونتاكت مع بعض المده دي يعني كنا خلصنا نص اللي خلصناه دلوقتي وانا لوحدي. فمعلش انا يعني بعتذر لكم طبعا، بس يا احنا ما دكتور والله احنا مستمتعين، يعني احنا جمعنا مستمتعين والله بالمحاضرة، ربنا خلي يخليك بالك والله. انا الحقيقه وان شاء الله زي ما اتفقنا برضو ان باذن الله اللي فاتوا اي لقاء قبل كده، برضه انا بحب اقول لكم برضه انتم موجودين النهارده، يدخل على اليوتيوب عندي برضه، ياخد الباشمهندس احمد ينزل لكم السايت وتدخلوا، وكتر خير الباشمهندس محمود معتز قسم اللقاءات اللي فاتت اللي هي الثلاث ساعات والكلام ده كله الى حاجات رفيعه صغيره، من 10 15 دقيقه لنص ساعه مثلا، حاجه ماكسيموم. فكتر خيره باشمهندس محمود والباشمهندس احمد والباشمهندس عمر، وهلا يعني استاذننا برضه الباشمهندس عمر والباشمهندس واداره الايفنتس دي كلها، يمكن تدخلوا على الـ على الـ على الـ على الـ على السايت عندنا متقسمه، تاخدوه من الاول كده واحد ورا الثاني يعني. وممكن برضه حضرتك باشمهندس ان شاء الله المره الجايه ننزل لكم برضه السيكونس بتاعت المحاضرات او اللقاءات بتاع تواريخها، ما تعرفوا فيه ماشيين ازاي. انا شاكر لكم جدا 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 جدا، وانا هعمل كده عشان اقول لكم ايه، اقول لكم يعني ايه الدعاء في الاخر، ونشكركم جميعا، وشان عمر اشكر كل اداره اليوم اريبيا، وده ايميل يمكن ما هوش واضح قوي، josh48011@yahoo.com. الباشمهندس احمد ممكن يعلم لكم بقى على الشات الاسم، يعني انا في اليوتيوب اعتقد حسين الكادي يكتبها لكم على الشات بحيث تاخدوها تخشوا على اليوتيوب او يديكم اللينك على طول. وبقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورمضان كريم، وسعيد جدا بيكم، وبشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله اشهد لا اله انت، استغفرك واتوب اليك. برضو انا اسف برضو تاني، اديني برضو يعني المشاعر الفياضه برضو. اي حد له سؤال على الكلام اللي احنا قلناه النهارده تشوف لي برضو، لو في احد باشمهندس احمد اي حد له سؤال باشمهندس احمد اي باشا. حد يا جماعه عنده اي سؤال ممكن يبعت في الشات او ممكن يعمل رايز هاند لو عايز يسال السؤال دايركت، افتح له المايك. يا ريت يا ريت اذا في حد عنده اي سؤال، وما فيش تحرج ولا حاجه يعني.
يعني المكتفي وكده يتوكل على الله. اللي عايز يسال اي سؤال برضو انا يعني ايه يعني حماسي معاكم يعني، ورغبتي ان انا انقل لكم الماكسيمم خلاني يعني ايه يعني اوكي. طيب هل في اي اسئله، في اي حاجه، في اي تساؤل، اي استفسار، اي حاجه؟ هو في سؤال واحد بس يا دكتور، بيقول ما الحل إذا كانت هناك خلافات دائمة بين الاستشاري والمقاول؟ الحل ان المالك يبقى ذكي ويتدخل، والبي ام او يبقى يتدخل برضه، لان اصل الخلاف بين الاستشاري والمقاول يا اما يعني واحد فيهم مش تولرابل، لان اي حاجه في الدنيا تولرنس، وعاده المالك الاستشاري والمقاول بيختلفوا لما بيبقى الاستشاري ما عندوش خبره كافيه فنيه واداريه. عشان كده انا لسه ما حطيتش الشروط بتاعت الاستشاري، انا حطينا الاشتراطات بتاع شركه المقاولات، انما لسه هقول بقى الاشتراطات بتاع الاستشاري. لما بيبقى خلافات ما بين المالك الاستشاري والمقاول دي نقط ضعف في الاستشاري، لان احنا انا بسميه لاين اوف بالانس، اللاين اوف باور. اللاين اوف باور لازم يبقى القوه ماشيه ازاي؟ خلي بالك لازم يبقى المالك لو هو جاي بي ام او يبقى اقوى منها، مش اقوى منها عافيه، مش بتخانق، اقوى منها تكنيكالي ماجيريالي، وانا بجيب البي ام او عشان يعمل لي بريك داون ويدير لي مشروعي زي ما انا عاوز. انا راجل في فوق، مش فوق يعني احسن، لا انا في المالك بجيب بي ام او عشان يدير لي المشروع. البي ام او بقى بيجيب الكونسلتنتس عشان يدرسه وعشان يصممه، فلازم يبقى اقوى. يعني البي ام او لازم يبقى عنده تكنيكالز وناس تكنيشنز وناس بروجكت مانجمنت اقوى من ال 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 الكونسلتنتس والمقاولين. خلاص، فلما بيبقى كده الدنيا تمشي مظبوط. بعد بقى ال 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 يبقى البي ام او لازم يبقى اقوى من الايه، من الكونسلتنت ومن المقاول. الاستشاري لازم يبقى مانجمنت وايز وتكنيكال وايز اقوى من المقاول. المقاول مش بيقول يبقى ضعيف، لا لا، المقاول يبقى قوي جدا، لكن انا بتكلم على الباور السميشن نفسه والتكنيكاليتي نفسها والاداره نفسها. خلاص، فلما بيبقى الاستشاري اضعف من المقاول تكنيكالي وماناجيريالي الدنيا بتبوظ. وخلي بالكم ماناجيريالي مش ما تعنيش ان انت يعني مش عارف تتحكم، لا، ماناجيريالي ان انت عارف تدير، عارف فاهم يعني ايه فانكشن اوف مانجمنت، فاهم يعني ايه اداره مشروع، فاهم يعني ايه اداره والكلام ده. انا بكلمه ده مش كلام نظري يا اخوان، انا بكلمكم من منطلق عملي. يعني الخلاف دايما ما بين المقاول والاستشاري بيبقى الحق على الاستشاري. وانا على فكره وانا اشتغلت استشاري اكتر ما اشتغلت مقاول، اشتغلت مقاول، اشتغلت استشاري، اشتغلت ام او، واشتغلت مالك، واشتغلت اوبريشن، واشتغلت كوربوريت، فكل الانواع بتاعت المانجمنت دي كلها من اول لاخرها. وده اللي انا عايز الحقيقه يعني عايز اوصله لكل المتواجدين معانا واللي بياخدوا من وقتهم ثلاث اربع ساعات في كل مره واللي عايزين فعلا يعرفوا، فده ان شاء الله يتنقل لهم هذا الكلام كله باذن الله تعالى. فبيبقى ضعف مع الاستشاري، ما بيبقاش، انا رايي كده، انا رايي كده وعن تجربه، انما الاستشاري قوي. وانا لسه شايف واحد استشاري والله عظيم اسمه حسن، اسمه الاولاني حسن، انا مش بعمل له دعايات ولا بتاع، وكان في مشروع كبير وكان فيري فير، فيري فير، وانا كنت في طرف المقاول ولا كنت باثر عليه، كنت بقول حاجه صوم من نفسي، اعمل خد حقك انت حتى في النادي دي عندك كذا كذا، وحافظ المشروع اكتر من المقاول نفسه، وحافظ كل حرف كل حرف في المشروع، ويوقعك بمنتهى القوه على اي حاجه عندك، حاجه عندك في المشروع، لانه فاهم وواعي وعارف وقوي وقوي، ولو يبقى في مشكله يحلها لك ويقول لك تحلها كذا وما تعملهاش كذا، وتهد دي يعني تهد دي. انا وانا كلاينت برضه وانا استشاري
هد يعني هد، ومن اول صاحبي، ومن اول صاحبي ونظل اصدقاء، انما غلط لا يسمح به. الرسالة وصلت، الرد واضح. هو الموضوع مش صعب، لكن يبدو ان هو خيال، لكن هو مش خيال، مش خيال. الاستشاري لما يبقى فاهم وعارف، ويا ريته برضه كان مقاول قبل ما يبقى استشاري، هيقدر المشروع يبقى يمشي بري سموث. ومشروعات كتيره نجحت، خلي بالكم في حياتنا، يعني احنا يعني بنتكلم من يعني الرد كده اتصنف ولا كده هو قال كده تمام يا دكتور. وفي سؤال تاني بيقول بخصوص الدفعات للمقاول، يتم صرف دفعة مقدمة للمقاول من بداية المشروع لتغطية فجوة عدم وجود كاش، فلو خلال فترة بداية المشروع لو الخلاف، لا ده سؤال تاني. وفين السؤال؟ طب ممكن توضيح بس يا باشمهندس يا باشمهندس محمد، ممكن بس توضيح، لأن أنا مش شايف سؤال. يعني هل ده تعقيب؟ هو فين؟ على الشير هو على الشات؟ ها على الشات. وأقول على بخصوص الشات. الدفعات للمقاول، يتم صرف دفعة مقدمة للمقاول من بداية المشروع لتغطية فجوة عدم وجود كاش كشلو خلال فترة بداية فلو المشروع. خلال فترة بداية المشروع. ده تقريبا ممكن يكون هقول لك تعقيب. حاجة، يعني هو الفكرة في حاجة، نخلي بالنا من حاجة. ان الدفعه المقدمه، ما لا ما بتكفيش ابدا. هو اللي بي او هو هي لو يعني هي عايزه، عشان كده بقول لحضرتكم ايه اللي عايز اقوله. ايه؟ انت المفروض وانت بتدرس مشروع بيبقى فيه الشروط العامه، او الشروط اللي انت هتشتغل العامه او الخاصه، بيبقى فيه انت ليك دفعه مقدمه ولا مالكش دفعه مقدمه، ومقدارها كام. خلاص، لان بناء عليها انت لازم تحدد الراس مال اللي انت طالبه. يعني انا ما تخش كده وخلاص امكانياتي، انا المفروض اعمل الكاش ان والكاش اوت زي ما كنا بنتكلم شويه. انا عندي شهر، شهر هشتغل فيه عشان اطلع منتج اخد عليه فلوس، اخر تاني شهر بعمل ايه؟ بعمل مستخلص. المفروض اني اصرف بعد ايه؟ بعد شهر. يبقى المفروض يبقى معايا فلوس تكفيني الثلاث شهور، الاولانيين، اللي هو شهر الموبيلايزيشن، شهر انتاج، شهر انتاج المستخلص، ده مع العميل اللي هو خلاص. يبقى انا يعني ايه يبقى دارس الكاش فلو بتاعي، ان انا يبقى عندي فلوس تكفي هذا الكلام. والله لو الدفعه، لو انا بدرس المشروع بتاعي ولقيت الدفعه المقدمه ما تكفيش، ممكن الدفعه المقدمة ما تكفيش، نخلي بالنا. يعني انت في الاول خالص عداك ولا بتعمل اي حاجه، لازم ادرس الكاش ان والكاش اوت بتاعك. فلو انت لقيت ان انت راس المال اللي انت عايز تعمل بيه مشروعك مش مكفي، يبقى انت بتعمل ايه؟ ما بتاخدش المشروع. انا مش هقدر ادبر الكاش فلو بتاعي، مش قد راس المال بتاعي. انا ممكن اخد ال 20% بتاعتي وتكفيني، بس بشرط برضه ما اخدش ال 20% بتاعتي واروح استخدمها بره المشروع. ممكن تكفيني، ممكن. هي دي بقى الاداره الماليه. وزي ما بنقول برضو عاده، نخلي بالنا برضو من نقطه معينه، ده ريكومنديشن لكل المقاولين. التكنيكال عمره ما بيوقع مشروع. التكنيكال ممكن الحقه، اجيب مهندس لمده اسبوع اديله ان شاء الله الفلوس اللي عايزها عشان نحل المشكله الفنيه. انما الاداره الماليه، الاتش ار والادمنستريشن مانجمنت هم اللي ممكن يوقعوا اي مشروع او اي شركه مقاولات او اي شيء. خلي بالك، فلازم الكاش ان يتحسب من الاول خالص والكاش اوت يتحسب من الاول خالص. لو انا لقيت ان حتى الدفعه المقدمه اللي انا هاخدها، في مشروعات كده على فكره، يعني في مشروعات انت بتقدر عايز تعمل سبلاي من الاول خالص للشيلرز، لحاجات ميكانيكال، حاجات الكتروميكانيكال، حاجات كتيره جدا، يبقى مشروع اساسه الكتروميكانيكال مثلا. يعني مشروع الكتروميكانيكال
ما يكفيهاش 20% لو انت حتى مين محتاج راس مال. فلو انت ما عندكش انك تكمل الفرق بين الكاش ان والكاش اوت، ما تاخدش المشروع من اوله. انما تشتغل في كونستراكشن عادي، على رايي ال 20% ممكن تشتغلك لو ما خدتش 20%، بس بشرط ما تروحش تشتري بيها عربيه بقى، ولا تتجوز بيها، ولا تحطها في ارض تسقعها. لا، انك تعمل كاش فلو وكاش ان، ودي موضوع المواقف الهامه جدا جدا جدا، والناس بتعتقدها ان هي صعبه، لكن باذن الله باذن الله باذن الله تعالى هنعمل لقاء ان شاء الله قدام شويه عم نحط فيه ازاي الكاش ان وكاش اوت تتعمل. ودي اتس فيري 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 ايزي وسهله جدا، ومش محتاجه يعني عبقري. تمام؟ الرد واضح ولا في حاجه؟ مش الفرنس محمد الحفني اللي سأل السؤال ده، ولا مين تاني؟ شمس أحمد معايا؟ شمس محمد ممكن تفتح المايك؟ محمد الحفني عنده سؤال، أنا شافه حتى صورة أحمد بكي، أحمد اسمه أحمد إيه؟ اللي هو شمس محمد الحفني. طيب، أيوه، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. السلام عليكم يا دكتور، جزاك الله خير، الله يبارك فيك على المعلومات القيمة دي. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. شكرا شكرا. بس عشان في الشرح كان سعادتك بتقول إن الثلاث أشهر الأولانيين للمقاول ما بيبقاش فيه كاش فلو، بيجي المقاول على خلال الثلاث أشهر. فأنا أيوة. حبيت بس أعقب إن في دفعة مقدمة ممكن تتقدم للمقاول بتغطي الفجوة في عدم وجود كاش فلو للمقاول خلال هذه الفترة. انت طبعا ليك حق، هي مش فجوة، انت لازم قبل ما تدخل المشروع لازم تبقى عارف، وعارف النسبة اللي دخلك قد ايه. يعني انت ممكن تاخد 20% والكل وقع منك لو انت وجهت ال 20% دي بره المشروع. ادي واحدة. وبعدين هقول لك على حاجة برضو، يعني انا بقالي في مصر دلوقتي حوالي 4 سنين. للأسف الترند العام في المشروعات مش عايز اقول لك مش حلو، مش حلو، مش عايز اعلنه علشان ما ايه ما سو ما شو ما شوش سمعه الكونستراكشن اندستري. لا بياخد رفعه مقدمه، ولا بياخد عقد، ولا بياخد اي حاجه يعني لمده لغايه ما يخلص مثلا كميه كبيره يعني. يعني من كتر ما حصل اعتقد الناس اللي في السوق فاهمين كلامي ده. يعني المقاولين دلوقتي بيحطوا نفسهم في ريسك عالي جدا 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 عشان ياخدوا الشغل ويشتغلوا، ومحظوظ فيهم اللي بيلاقي كلاينت يقدر يوفي معاه. انما الكلام ده ما بقاش قوي يعني، انما عاده يعني احنا اشتغلنا مشروعات كتير هنا وفي الخليج 20% بناخدها في الاول، وممكن تغطينا وتشغلنا وتعمل كويس قوي، بس بشرط واحد، ان انا اكون دارس كويس قوي برضه الكاش ان كاش اوت، وعارف كويس قوي ان انا ال 20% دي هتغطي لي كويس الثلاث اشهر الاولانيين. انما اللي بقول لحضرتك عليه، لو المشروع فيه مثلا توريدات من الاول، او فيه لونج ليد ايتمز، يعني مشروع الكتروميكانيكال، ما يكفوش ال 20% باي حال من الاحوال. ال 20% دي ممكن في مشروع كونستراكشن عادي اشتغل. ايوه كونستراكشن عادي، واحده كونستراكشن عادي. النقطه الثانيه المهمه جدا، الكاش ان كاش اوت ده انت بتحط فيه الباور بتاع الناس بتوعك. يعني انت المقاول عاده مش قوي براس ماله، خلي بالنا جدا عشان نخلي بالنا برضه لما نستدي، وممكن دلوقتي ما نعمل كيس ستادي بعد كده. قوتك في السبلايرز بتوعك، قوتك في السب كونتراكتورز بتوعك كمقاول. انا ممكن عندي سبلاير يديني الماتيريالز وده على شهرين على 3 شهور يقدر يستحمل معايا، السبلاير قوي وتاريخي معاه سابق وما بظلموش. ممكن معايا سب كونتراكتور برضه بعدته برجالته باي حاجه يقدر يصبر معايا شهر او شهرين او 3. في الحاله دي ال 20% مش تكفيني، ده تكفيني وتغطيني وتخليني يعني، بس بشرط ما وجهش الفلوس لا لحته ارض ثانيه ولا مشروع ثانيه ولا العربيه ولا الجواز. أيوة. للمشروع نفسه، الله يفتح عليك. أيوة. في حاله يبقى عنده سبلايرز اقوياء، وعنده ايه ده مش سر من الاسرار، ده الناس اللي اشتغلت الكلام ده هيبقى بالنسبه لها
سبلاير قوي وسب كونتراكتور قوي 20% معاه ومشروع عادي يبقى ممتازه. يعني تمام. الرد كده واضح؟ طبعا طبعا طبعا. وبعدين هو اصلا الدفعه المقدمه بتتخصم من الدفعات فيما بعد، كل دفعه بيقدمها هي بتتخصم من الدفعات فيما بعد. ما هو علشان كده اللي بقول لحضرتك، يعني انت ال 20% دي ممكن تاذيك. لان انت في ناس كتير جدا بتعمل ايه؟ بتيجي تحط سعر عالي قوي في الاول واسعار واطيه في الاخر، اللي انا ما بحبهاش. عشان ببقى اونر او كونسلتنت برفض اي مشروع عامل معايا كده. لازم يبقى في الاسعار تتحط از ات از، ما تبقاش اسعار يعني ايه اعلي اسعار في الاول وبعدين انزل في الاخر وكلام من اخره. لا، انا ماشي بما يرضي الله في دراستي واعملها صح، مشروع ينجح. انما هقعد العب بقى بالكلام ده كله، وزي ما بيقول ناخد فلوس من الاول. في ناس كتير قوي بتقول لك انا بسطائيه ده فقيه ده فقيه ده فقيه ده، زي ما بيقول زمان عندنا المقاول اللي قاعدين، لو طاقيه واحده وقعت الشركه كلها ما بينجحش. ما الشركه كلها وقعت. شكرا جزاك الله خير. شكرا يا دكتور، شكرا. الله يسعدك. الله يبارك فيك. الله يطول في عمرك. تسلم. الله يخليك. الله يكرمك. الله يخليك. باشمهندس احمد. فاضل سؤال واحد بس، لو الخلاف في ان المالك بيماطل في الاستلام وبيطلع بنود مستحدثه غير موجوده بكراسه الشروط او المواصفات. ايوه. فتقريبا يعني الراي او حاجه زي كده. دي بقى الاداره بتاعت المقاول. هنا تبان بقى يعني لانك الخاص تبقى عارف. بس يعني المقاول القوي، احنا دايما بنقول حاجه برضه في الشغل البراكتيكال بقى بتاعنا، انا شايف الناس قلت كتير بس مش مشكله. دي برضه دي من احد الايه يعني مش عايز اقول اسرار المهنه، يعني ان المقاول اقوى طرف في المشروع طول فتره المشروع، الا في حالتين بس، في حاله وهو بيوقع العقد الاولاني، وفي حاله وهو بايه بيسلم المشروع. دي نقطتين ضعف اللي عند المقاول. لو المقاول فاهم شغله كويس قوي، دي طبعا دي عايز اكسبيرينس، خلي بالنا. يعني في ناس كتير قوي دخلوا قطاع المقاولات وبقوا مليارديرات السنين اللي فاتت دي، بس وقعوا على اسنانهم بعد كده وهربوا من البلد بقى وطلعوا بره وسافروا مصر. يعني ناس مش عايز اقول اسماء، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، ده كلام يعني ايه مش خارج السياق جواه، لكن مش عايز يعني نبقى احنا يعني ما احناش حكام يعني، او ما احناش يعني القصد ايه؟ ان 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 كل واحد يعني يتصرف بعدل ويتصرف صح ويتصرف ما يتجاوزش الحدود اللي هو بيشتغل فيها. وان دور المقاول في الكيس ان هو يبقى عنده فاريشنز، دي فرصه كبيره جدا وجايه له. ليه بقى؟ لو انا مقاول قوي عندي واحد اسمه بروجكت يعني اللي هو اللي بيسموه مش دوكمنت مانجر، يا كونتراكت مانجر. الكونتراكت مانجر معروف كويس قوي ان انت لو من حق المالك ان هو يدي لك بنود حلول 25% بنفس الكاركترستيك او بنفس المواصفات بنفس السبيسيفيكيشنز اللي عندك بنفس البرايس بنفس كل حاجه. اذا زاد عن 25% يحق لك ان انت تاخد زياده او تبقى في مفاوضات. لو ادالك بند مش موجود عندك اصلا في السبيسيفيكيشنز بتاعتك او في البلوك بتاعتك، لازم تاخد موافقه على السعر وعلى التايم قبل ما تشتغل الشغل ده. طبعا الكلام ده لا، لو انت حقي وحقك انا مش هعمل. انا بسرعه جدا عندي كونتاكت مانجر، عندي تكنيكال اوفيس بيطلعوا لي بسرعه جدا انا البند ده تاني يوم، تاني اوردر النهارده بالبند الفلاني، تاني يوم اذا كانش يوميها بالليل حتى البند اللي المستجد ده هياخد مني وقت قد كده، وهياخد مني ايه فلوس قد كده. خلاص ممكن انا احط البند بتاعي بقى
على التايم سكيدول بتاعي، ويا بقى الايه التعاون بقى ما بين التكنيكال اوفيسر وبين البلانر. ممكن احط الشغل الاضافي اللي عندي اللي جالي الاديشن احطه على ايه، على برنامج، على البريمافيرا كاديشنال ايه ايتم. خلاص الايتم ده ممكن ما ياثرش في التايم، يبقى ممكن ما هوش على كريتيكال باث، يبقى ايه، يبقى عنده، يبقى ما فيش تايم زياده. اوري له اقول للمالك عشان اعرف ان انا درست صح، عشان كده انا بقول لك ان المفروض ان عندي المقاولين يبقوا تيم وفاهمين. انما دي فرصه كبيره وجميله جدا ليا لو المالك طلب مني اي جهود اضافيه، هحط السعر اللي انا عايزه واعمل له البريك داون اللي انا عايزه واقول والله ده سعرها كذا، حضرتك عايزها احنا كنت امرك، مش عايزها انت بقى يعني ايه صاحب الشأن. وما ينفعش ان انت يعني مش اشتغل اشتغل وانا هبقى اتصرف وانا اعمل، اللي يقول لك كده ضعف انه هيوقعك، وضعف اصلا هو يوقعك. ودي حاجات احنا شفناها بعينينا وعشناها. انما الكلاينت اللي هو فعلا عنده فاريشن صح وعايز يعمل تشينج صح، بعمله له موست ويلكم، يعني بعمله بسعر كويس وبعمله له بتايم كويس، بعمله بفيري فير. انما الكلاينت اللي بيبقى ناوي بقى نيه مش كويسه، لازم انا كمقاول ابقى صاحي وعارف كويس قوي وعندي كونتراكت مانجمنت صاحي وعندي بلانر صاحي. يعني انت دلوقتي اصل انت دوست في مشكله دلوقتي حلوه، يعني مشكله يعني ايه، عايزه مش تريننج، عايزه فهم ان انا مش هشتغل بند جديد عليا الا لما اخد سعره وادرس الوقت بتاعه معايا، هل هو على الكريتيكال باث ولا هو بره الكريتيكال، بره الكريتيكال باث. لو هو بره الكريتيكال باث يبقى مش حاطه بمده وابعثها للمالك تاني يوم تاني يوم. عشان كده بقول لكم ده الايه التعاون بقى مع التيم بتاعي ما بين البلانر وما بين الكونتراكت مانجر. تاني يوم بيبقى عنده ادي السعر بتاعنا اهو، تك 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 تك، وادي التايم بتاعه اهو على الـ على الـ على السكيدول. وما يا سيدي احنا انت مش هنزود عليك اي تايم لان انت بره الكريتيكال باث. يبقى انا لما اتكلم كده واتكلم بشكل علمي بهذا الشكل، يبقى انا المالك بتاعي لو هو راجل فير هيعرف ان انا بشتغل بفير وبشتغل بشكل صح وهاخد الشغلانه، ما كانش بقى بخش في كلام. لو هو بقى المالك في انواع كتير من الناس كده، خلي بالك في السوق المصري دلوقتي بيوقعك بهذا الشكل بفعلا، زي ما الباشمهندس قال دلوقتي، الباشمهندس محمد قال كان سأل السؤال ده لحد تاني، زي ما حضرتك بتقول بيوقع المقاول بالشكل ده وبيوقع المشروع كله بالشكل ده، ان هو يبقى قاصد ان هو قال يعني هيديله اعمال زياده ويطول معاه المده ويطول معاه السعر، يبقى هو بقى ايه يخش بقى في كلام واعتبر نفسه هو الطرف الاقوى، لان هو طبعا هو اللي فيه فلوس وكان كله اخله، بيحصل لغوصه بقى في النظام وما بقاش اداره المشروع، بقت ايه سمك لبن تمر هندي، ولما المشروع يبوظ نعرف ان اللي بوظه مش المقاول، اللي بوظه هو المالك. ماشي، الرد عملي ومقنع ولا في استفسار تاني؟ كان احمد هو كتب تماما يا باشمهندس، يعني اتس اوكي okay. يعني انا على فكره انا ما عنديش اي حراك في اي حاجه، انا امركم يعني. طيب في حد تاني عنده اي حاجه؟ كده الاسئله انتهت يا دكتور. طب هيبقى كده بقى ايه، انا شاكر جدا ليك ولكل الناس، بشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.